بسرعة عشان أبدأ بقى معاكم لسه ممكن تكون تقيلة في التحميل، ثواني هتتحمل عندكم. طيب تعملوا ريفريشمنت، لما تعمل ريفريشمنت للجهاز الصورة بتتحمل. يعني لما أيوه هتبدأ في نبدأ تكتب تعمل ريفريشمنت كده للإيه ريفريش. أيوه أنا مش هشرح غير لما معظم أو كل الناس تكتب لي واحد. شايفين الصورة؟ شايفين الصورة معايا؟ طبعا المفروض ان النت اللي عنده فيه بعض الناس عندها نت بطيء، يعني مش حاول طبعا يكون نت سريع، معظم الناس هيكون نت عندهم سريع ان شاء الله. يعني خلاص السهم بس الصورة مش راضية تظهر. طيب الصورة المفروض هتظهر، ده السهم ده المفروض انا بشاور بقى على اجزاء معينة. الصورة أنا مش هبدأ أشرح لمعظم الناس، الصورة أنا المفروض نزلتها دلوقتي المفروض بتتحمل عندك لو عندك النت بطيء. الصورة بدأت تبان. أميرة كويس، أحمد ماشي، الصورة طب ماشي أحمد لسه الصورة ما بنتش عندك، حاول تعمل ريفريش للجهاز. انا النت بصراحه عندي يعتبر سريع، لان انا مظبط تقريبا مكان معين في النت دوت عشان ما يقطعش معايا زي المره اللي فاتت ان شاء الله. طيب هنبدا بقى كده. المهم دلوقتي معايا كده، المفروض دلوقتي نركز مع بعض، ويا ريت يبقى معاك ورقه وقلم لما بقول سؤال. يا محمد يا ندى ايه عندك لعب في النت يا محمد؟ قول يزيد. افصل الصوت عشان السرعه، ممكن اذا كان النت عندك فاتح حاجات تانية، فاتح فيسبوك، فاتح ما اعرفش ايه، ظبط الدنيا يعني. عليمي انت المفروض كنت معايا قبل كده في احمد سعد طنطا. احمد سعد طنطا معايا. بس في احمد سعد طنطا. مين؟ طيب نبدا بقى يا جماعه. الصوره بدات اللاترال سيرفيس بتاعت البرين، المفروض يعني احنا جربناها. يلا طب عايز اشوف بس اخر تصويت كده، نشوف العدد اللي شايف اللاترال سيرفيس بتاع البرين والسهم اللي انا بشاور بيه، يكتب واحد. شوف قد ايه شايف، يعني معظم الناس شايفه دلوقتي. طبعا الناس هتكتب اتنين بالنت، عيب في النت عنده يحاول ايه. طيب تمام نركز مع بعض بقى، نقول التعليمات بقى، نبدا كده شرح على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده هنشرح، المفروض انا مرتب في دماغي ادكم العملي بتاعكم في 3 ايام، اللي هو النهارده نشرح اليورو، بكره نشرح السكال، وبعد نشرح البون بتاع اللور ليم، ونتكلم على البراكتيكال از جنرال والحاجه والاسئله اللي بتيجي فيه. يعني وانا بشرح النيور اناتومي لما يبقى في سؤال نيور اناتومي على الحته الفلانيه اقول لك بنعلم على ايه وبنسال في ايه. فانت بقى معاك ورقه وقلم كده وسجل معايا النقط اللي احنا بنقولها. تمام؟ طيب نبدا بقى كده. شايفين كده البرين؟ دي هنا اللاترال سيرفيس بتاع البرين. طبعا انا مش عايز اشرح الكلام المقدمات العاديه، ان البرين ليه فرنتال بول وتمبرال بول اوكسيبيتال بول وليه 3 سيرفيس. ما ندخل كده على طول بقى، احنا دلوقتي في وقت امتحانات عايزين نشوف ايه الحاجات اللي بتيجي في السبوتنج وايه العلامات اللي عليها. اللاترال سيرفيس اللي احنا شايفينه عندنا بالمنظر دوت، انا بحب كده اول حاجه ببدا بيه هنا ببدا بنشاور كده كده. طيب بنبدا ان انا شرط ان انا دلوقتي انا خدت خط كده يا جماعه، شايفينه الخط اللي انا عملته؟ الخط اللي انا عملته ده ارجعه تاني بس اخد لون تاني مميز شويه، اعمل خط كده. طيب تمام انا عندنا. طيب كويس نقول تاني بقى نبدا خلاص. كويس دلوقتي انا عندنا لاترال سيرفيس، او انا بحب دايما ابدا باللاترال سيرفيس السلكس اللي هو اللاترال سلكس.
لاترال سالكس. العلمي انا قلت لك يبقى انت عندك بس النت بطيء شويه فانت حمل بقى اعمل ريفرشمنت. اللاترال ايه؟ اللاترال سالكس. اللاترال سالكس زي ما احنا شايفين بيجي لنا في الامتحان المفروض بيجي لك جزء منه من اللاترال سالكس. بيجي لك جزء من اللاترال سالكس يعني مثلا بص كده معايا الحته اللي انا شاورت عليها دهيت اللي انا شاورت عليها ديت الستيم اوف لاترال سالكس. ستيم اوف لاترال سالكس شايفين يا جماعه السهم مع ستيم اوف لاترال سالكس. بعد كده اللاترال سالكس في ثلاثه ريمار انا هشاور وبعد كده اقول لك ايه الموست كومن اللي بيجي. ادي ريمس، ادي خط على ريمس، وادي ريمس ثاني، وادي الريمس الثالث. انا عندي دلوقتي هنا عندي الخط بتاع الستيم بتاع اللاترال سالكس، ادي الخط بتاع الستيم بتاع اللاترال سالكس، بعد كده ادي الانتيريور ريمس، وبعد كده ادي هنا الاسندنج ريمس، وادي الدور ريمس اوف لاترال سالكس. الموست كومن دلوقتي اللي بيجي لنا البوستيريور ريمس اوف لاترال سالكس. شايفين يا جماعه اللي شاف الصوره مع الخطوط يكتب لي واحد عشان ايه تقول لي شاف الخطوط معظم يبقى اللي مش شايفه ايه تعمل ريفرشمنت وهي هتشوف كل حاجه. دلوقتي انا اكتب كده عندي اكتبوا معايا كده الموست كومن هيجي لنا هنا نكتب مع بعض نكتب نركز من خلينا نركز في الكتابه نكتب غالبا اقول غالبا اهو بيجي لنا البوستيريور ريمس اوف لاترال سالكس فنكتب كده مع بعض اكتبوا معايا بوستيريور ريمس اوف لاترال سالكس ده بيجي. السؤال اللي عليه وانا بقولها لك اهوت منشن ذا كونتنت اوف ذيس اريا منشن اقول لك مثلا قول الكونتنت بتاعت الحته ديت او ساعات اقول لك ريليشنز يعني الحاجات اللي فيها او الكونتنت او الاستراكشر الموجوده فيها. طبعا الكونتنت بتاعت البوستيريور ريمس اوف لاترال بس انا عايزك بقى تبقى انت شاطر وناصح قوي لما يجيب لك البوستيريور ريمس اوف لاترال سالكس اكتب لي بين قوسين انسولان. انا عايز الطالب الشاطر طلبه المنوفيه طلبه شاطرين بين قوسين تكتب لي كلمه انسولا. طيب انا عندي بوستيريور ريمس اوف لاترال سالكس وبين قوسين انسولا. السؤال اللي عليه غالبا انا بقول لك اهو بقى هيكون الكونتنت. ايه الكونتنت؟ عندنا تو كونتنت نكتب كده واحد واثنين ميدل سريبرال ارتري والكونتنت الثانيه اللي هو الديب ميدل سريبرال فين. انا دلوقتي بيجي لنا اللي هو اللاترال سالكس وبالذات البوستيريور ريمس اوف لاترال سالكس تمام اللي هو البوستيريور ريمس اوف لاترال سالكس كونتيننج اللي هو ايه ميدل سيريبرال ارتري اند ديب ميدل سيريبرال فين. دي اول سبوتنج. طيب نيجي بعد كده نشوف مع بعض السبوتنج اللي بعد كده بنشاور احنا عندنا هنا نكمل السالكاي هنكمل مع بعض السالكاي. السالكس اللي انا هشاور عليه دهوت اللي انا شاورت عليه ها الكل شافه يا جماعه. انا عايز بس اشوف تيست كده الصوره عشان يبقى الصوت ماشي مع الصوره تمام ها اللي شاف اكتب له واحد بسرعه اللي شاف اكتب له واحد عشان نتاكد ان الامور ماشيه. طيب تمام اللي مش شايف بقى يبقى البطء في النت عندي. السالكس الثاني المشهور اللي بيجي سنترال سالكس غالبا يعني مش هيجي سؤال دايركت عليه مفيش سؤال دايركت للسنترال سالكس معايا سنترال سالكس بس احنا عندنا ولا برضو السالكس اللي انا هشاور عليه الثاني دوت اسمه البري سنترال سالكس والسالكس دوت اللي هو البوس سنترال سالكس. المعروف ان السنترال سالكس بيبدا من الميديال سيرفيس وهنعرفه لما اجي اوريك الميديال سيرفيس دلوقتي ازاي هنقول لك ازاي تتعرف على الايه على السنترال سيرفيس من الميديال سيرفيس. المهم ادي السنترال جاي في النص بالظبط ميد واي ما بين الفرنتال والاوكسيبيتال اللي هو دي السنترال ايه السنترال سيرفيس. غالبا ما بنجيبش السلكاي في الاول ممكن يجي السنترال سيرفيس ممكن لكن احنا بنجيب دايما الجيرات يعني بنيجي نشوف هنا الجيراي بقى عندنا الجايرس اللي هو دهوت ادي جايرس اهوت وادي جايرس تاني اهوت. طيب الجايرس اللي احنا عندنا ده اسمه البري سنترال جايرس اللي انا بشار عليه اللي هو البري سنترال ايه جايرس. البري سنترال جايرس اللي هو لازم تقول لي كده تقول لي الاجابه عشان الاجابه كامله. بري سنترال جايرس بين قوسين موتور اريا او موتور جايرس او اريا 4 تمام. بعد كده اللي هو الجيرس الثاني اللي هو دهوت اللي هو البوست سنترال جيرس اللي هو سنسور اريا او اريا 3 و1 و2
تمام. غالبا السؤال في الحتات هنا بقى بلس منشن ذا بلس سبلاي اوف ذيس اريا، يعني اقول لك بيجي لك طبعا السؤال هنا سؤالين اثنين A و B، نمره A هيقول لك ايدنتيفاي ذا ماركت اريا، ايدنتيفاي ذا ماركت اريا يعني قول لي العلامه فين، ايدنتيفاي ذا ماركت، هتقول لي بري سنترال او بوست سنترال. تمام. السؤال الثاني اللي هو السؤال اثنين اللي هو منشن بلاد سبلاي اوف ذيس ماركت اريا، يعني قول لي البلاد سبلاي بتاع الاريا ديت ايه. طبعا اللاترال سيرفيس ما عدا طبعا 1 انش من فوق و1 انش من تحت، والاوكسيبيتال بياخد بلاد سبلاي من مين؟ من الميدل سيريبرال ارتري. يعني بحط لك دبوس هنا كده وتقول لي البلاد سبلاي بتاع الحته دي ايه؟ طبعا احنا مش هنحط، لو حطينا مش هنحط لك الدبوس فوق قوي او يعني فوق قوي، لان ال1 انش اللي فوق بياخد من ايه؟ من الانترو سيريبرال. لا ما احنا اتفقنا يا الدير ناجي ان انتوا غالبا هيجي لكم سبوتنج معاها اسئله، سبوتنج معاها اسئله. تمام. في شبين بيجي كده، اعتقد معظمكم طب شبين معايا ولا مش معايا؟ طنطا، لا طنطا، لا طنطا مش هيجي اسئله، طنطا هدير ناجي اللي طنطا مش هيجي اسئله، شبين هيجي انا غالبا، منى وبنها برضو ما مي بيوم بيبينا اذا كان معانا. انا طيب شيبين نظامها كده طول عمرها يجيب السبوتنج ومعاه سؤال. انا لا معلش عليبي مش كلنا شيبين، فيهم شفت ناس بنها هي كانت من بنها، وفي ناس كاتبين لسه من طنطا لسه ما امتحنوش وهكذا يعني. فانا هقول اسئله، يمكن انا لما شرحت التطبيق اللي فات فقط كنت بقول سبوتنج فقط من غير اي اسئله. لكن 90% من اللي حاضرين معانا انا عارف ان هم ايه من طب شبين. المهم بقى انا عندنا هنا البري سنترال والبوست ايه والبوست سنترال اللي هو الموتور والسنسوري. طيب بعد كده نيجي نشوف تاني ايه السبوتنج اللي ممكن تجي لنا هنا. احنا قلنا السالكس ده سنترال سالكس وبري سنترال سالكس وبوست سنترال سالكس، والجايرس اللي محوطين هنا البري سنترال جايرس والبوست سنترال ايه جايرس. نيجي على الفرنتال، انا هرسم كده معاكم في الفرنتال، هرسم مع بعض هنا كده نعلم. ادي سالكس اهو، انا بحاول الونه بايدي، ادي سالكس اهو، وادي سالكس تاني اهو، ادي سالكس تاني انا بلونته اهو. السالكس اللي احنا شايفينه دوت دي موجودين في الفرنتال، شايفينهم يا جماعه؟ بانوا الخطين اللي انا رسمتهم، الخطين اللي انا رسمتهم بانوا. تمام زي الفل. طيب السالكس اللي فوق دوت ايه؟ سوبيريور فرنتال سالكس، والسالكس اللي تحت انفيريور فرنتال ايه سالكس. غالبا انا بقول غالبا ما فيش سالكاي في المنطقه دي. اللي بيجي جايرات، هيجي لك جايراي ايه بقى؟ هيجي لي الجايرس دوت، هعلم على الجايرس، ادي جايرس ممكن يجي، وادي جايرس ممكن يجي، وادي الجايرس الثالث اللي ممكن يجي. عندي ثلاثه جايران علمت عليهم، ادي جايرس اللي هو السوبيريور فرنتال جايرس، ميدل فرنتال جايرس، انفيريور فرنتال جايرس. غالبا بيجي واحد من الثلاثه دول، وغالبا بقى وانا بقول غالبا او تحطها بين قوسين كده اكتب لي غالبا بيجي الانفيريور، بيجي الانفيريور فرنتال جايرس. وبالذات هنركز مع بعض تاني، مع بعض تاني انا هلون على منطقه كده اهي نقطه فوس اهو، انا بلون على منطقه، ده انا بقول لك كومن 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 هتجيلك، اللي انا الحته اللي انا لونتها دي اتبانت، انا عملت علامه كده يا جماعه مثلث لونت عليه بان تمام، اللي هو البروكس اريا. بروكس اكتب كده معايا، اكتب كده مع الناس اللي الناس خلاص سيب الشات وتكتب معايا الاجابه الكامله، اكتب الاجابه الكامله هيجي لك لما احط لك دبوس في المثلث دوت، هتكتب لي ايه؟ ايوه يا جماعه معلش الصوت فعلا كان اختفى وانا ما كنتش بالي. رجع الصوت تمام نكتب كده تاني، نكتب كده تاني ان انا ساعات بيجي لنا انا بحط العلامه في الحته دهيت، هتكتب لي انفيريور فرنتال جايرس بين قوسين بروكس اريا.
انتيريور فرونتال جايروس بروكس اريا. تمام، لازم تكتب كده. وغالبا برضو بيجي لنا معاها بلاد سبلاي، غالبا بيجي معاها بلاد سبلاي برضو. هنا ما زلنا بنقول البلاد بيغذي المنطقه دي مين؟ اللي هو مكه، ميدل سيريبرال ارتري، ميدل سيريبرال اي ارتري. تمام، يبقى هنا المنطقه دي. تيجي نكمل مع بعض تاني، نيجي نشوف، هعلم على اللي هو السلكس اللي هو دوت. انا علمت على سلكس اهو، ادي علمت على سلكس، وادي علمت على سلكس تاني. بانوا يا جماعه، بانوا الاثنين سلكان اللي انا لونت عليهم هنا، بانوا. طيب تمام، انا عندي المنطقه ديت اسمها منطقه التومبرال ايه؟ التومبرال لوب. التو سلكاي ده هم عباره عن ايه؟ التومبرال سلكاي اللي هو السوبيريو تومبرال وانفيريور ايه تومبرال. ادي السوبيريو تومبرال سلكس وادي الانفيريور تومبرال سلكس. ممكن يجوا بس غالبا ما بيجيش برضه السلك، بيجي جيرات. بنعلم على الجيرس دوت، بنعلم على الجيرس دوت، ونعلم على الجيرس دوت. تاني عندي ثلاثه جيراي هو السوبيريو تمبرال جايرس، ميدل تمبرال جايرس، وانفيريو تمبرال اي جايرس. ممكن يعني ايه يجيب لك طبعا الجايراي، برضو ما زلنا هنا في منطقه الايه الجايرس، ومفروض تبقى عارف ان الحته ريليتد طبعا للبيتر اريا. وممكن يجي لنا برضو سؤال في البلاد سبلاي، بس خلي بالنا لو كان الانفيريور تمبرال جايرس البلاد سبلاي هنا اختلف بقى. inferior tumbral gyrus، يعني انا هفترض جدلا، انا حطيت دبوس بقى عند هنا في inferior tumbral gyrus. identify the market area، قول لي اسم الماركت اريا ايه. الماركت اريا هنا الانفيريور تمبرال ايه جايرس. البلاد سبلاي بقى هنا انا ارتري اللي بيغذي، احنا قلنا 1 انش من فوق بيتغذى من مين؟ بالانتيرو سيربرال. السيرفس معظمه بالميدل سيربرال، اما ال 1 انش اللي من تحت لا بالبستور سيربرال. خلي بالك انفيريور تمبرال جايرس بوستيريور سيربرال ارتري، انفيريور تمبرال جايرس بوستيريور سيربرال ارتري. وصلت المعلومه؟ وصلت المعلومه. انفيريور تمبرال اللي هو البوستيريور ايه سيربرال ارتري. دي بالنسبه لبرضه هنا المنطقه ديت. طيب نشوف ايه تاني في اللاترال سيرفيس. احنا عندنا طبعا في هنا شويه سلكاي مش مهمين، يعني مثلا زي اليونيت سلكس، لو اعلم لكم عليه اليونيت سلكس اللي هو هنا كده، ادي اليونيت سلكس اللي هو ده باين عندي، باين عندي العلامه بتاعت اليونيت سلكس. تمام، والسلكس اللي هيعلم عليه دوت نهايه الكالكراين سلكس، السلكس دوت نهايه الكالكراين سلكس، والسلكس دوت اللي هعلم عليه جزء من البرايت اوكسيبيتال سلكس، برضه مش هيجم، وانا اللي بقول لك اهو مش هيجم، لان السلكه دي اساسا اليونت سلكس صغير، والبرايت اوكسيبيتال والكالكراين بنشوفهم ميديال سلكس. امال ايه اللي هيجي لنا بقى؟ طيب نشوف مع بعض. احنا عندنا اللاترال سلكس اللي انا همشي هعلم تاني على البستور ريمس اوف لاترال سلكس، انا بعلم على البستور ريمس اوف لاترال سلكس اهو، وعلم تاني على السلكس اللي تحتيه اللي هو السوبر تمبرال سلكس اللي هو ده. انا علمت على البستور ريمس اوف لاترال سلكس، وعلمت على السوبر تمبرال سلكس. هنعلم بقى على حته كده معروفه قوي، الجزء اللي انا هعلم عليه ده هو. انا بعلم دلوقتي، بنحط دبوس في الحته ده، انا حطيت دبوس، بنت العلامه اللي باللون الاحمر مكانها فين؟ العلامه اللي باللون الاحمر بانت انا لو انت فين. تمام، الحمد لله نت كويس اهو. دي منطقه السوبرا مارجنال، سوبرا مارجنال، سوبرا مارجنال اريا. طيب نعلم بقى العلامه الثانيه، العلامه اللي هو العلامه اللي كده اهيت. العلامه بعلم اللي هي دهيت دي مين الانجولار ايه؟ الانجولار جايرس. الصوت رجع، الصوت كان قطع، ما عارف انا بشوف بيبان عندي لما الصوت يطلع، واعتقد الصوت رجع.
معايا يا جماعه الصوت طلع كده، معلش النت بيبطئ شويه فالصوت بيروح. الصوت راجع كده تاني. طيب تمام، قول تاني بقى هنا كده. انا اتعلمت على السوبرا مارجنال والانجولر. سوبرا مارجنال والايه والانجولر. السوبرا مارجنال نهايه اللي هي نهايه اللي هو ما هو هنا، ادي السوبرا مارجنال وادي الانجولر. يبقى احنا لما بنمشي هنا مع اللي هو اللاترال سالكس لحد ما ينتهي، الجارس اللي محوطه في الاخر ده هو السوبرا مارجن. لما بنمشي مع السوبرتمبرال سالكس الحته اللي محوطها دهيت في الاخر ده مين؟ اللي هو ايه؟ الانجولار. ايه؟ الانجولار جارس. احنا دلوقتي شايفين السوبرا مارجنال وشايفين الانجولار. ايه؟ الانجولار ايه جارس. نعيد تاني كل السبوتنج اللي ممكن تجي لنا في اللاترال سيرفيس، نعيد كل السبوتنج تاني ونركز مع بعض قبل ما نقلب. احنا قلنا الكومن، انا هقول الحاجات الكومن كمان. انا بقول البوستور ريمس اوف لاترال سيركس ده كومن بالكونتنت بتاعتها. البوستور ريمس اوف لاترال سيركس بالكونتنت بتاعتها. بعد كده اللي هو البروكس اريا ده كومن قوي بالبلاد سبلاي. بس اريا بالبلاد سبلاي ركز معايا احمد اثنين. سيبك من منور ومش منور، منور يا رايق. احمد اثنين اللي هيتكلم هطلعه بره. فاهم يا احمد؟ حر. يبقى احنا البروكس اريا، البروكس اريا اللي هي المثلث دوت، يبقى احنا عندنا برضه ده موست كومن. طيب السنترال سالكس بيجي تمام، البري سنترال بس سنترال سالكاي يعني مش قوي، لكن البري سنترال جيرس الصوت ما بقطعش، الصوت مبان عندي كويس. لو عارف تقول الصوت بيقطع صوت كويس ماشي. البري سنترال بري سنترال جايرس بيجي من بلاد سبلاي واسم الاريا، انتوا الاسم الاريا اللي هو الموتر اريا اللي هي اريا اربعه. البوست سنترال جايرس بيجي اللي هو سنسرو اريا، اريا 3 1 2 والبلاد سبلاي بتاعها تمام. والميدل والانفيرو تمبرال جايرال بيجوا، بس بنركز انفيرو تمبرال الانفيرو تمبرال اللي هو منطقه البروكس. ايه منطقه البروكس؟ اري اللي هو فيه السوبرو تمبرال والميدل تمبرال والانفيرو تمبرال الجيرال. الثلاثه جيرات تمبرال غالبا واحد منهم بيجي، بس ركز الانفيرو تمبرال جيرس، انفيرو تمبرال جيرس البلاد سبلاي بتاعه البوستيريو سيربرال، لان الباقيين الايه الميدل سيربرال. بعد كده بيجي لنا منطقه البروكس اريا، قالوا لنا سوري السوبرا مارجنال اريا والانجولار اريا. السوبرا مارجنال اللي هي في نهايه البستور دي بس بتاع اللاترال سالكس، والانجولار اللي هي في نهايه اللي هو السوبر تمبرا. دي بالنسبه للاترال سيرفس. بتاع السيرفس اللي بعديه الميديال سيرفس، وانا حطيت الصوره بتاعت الميديال سيرفس. تصبر عليها دقيقه كده قبل ما تحمل عندكم. ها بانت الصوره بتاعت الميديال سيرفس. تمام زي الفل، كويس طبعا كله زي الفل. طيب نقول على طول بقى ما دام الصوره بانت يبقى نشرح على طول. احنا عندنا الميديال سيرفيس يا جماعه، نبدا على طول بالكوربس كالوزم باجزائه. الكوربس كالوزم باجزائه، وتخلي بالك لما يجي لك الميديال سيرفيس، لما يجي لك الميديال سيرفيس عندنا زي ما احنا شايفين بالمنظر دوت، يبقى لازم تحدد انتيرو والبوستيريور. طبعا حاجات كتير قوي تقول لك انا والانتوستيرو على الاقل منطقه الكالكراين والواي شيب، ولو كريستربيلا مش شال برضه بيبان ان كل ده ايه بوستيريو. الكوربس كالوزم بيجي لنا هنا، هنشاور على اجزاء اللي ممكن تجي لنا في الكوربس كالوزم. اول جزء من الكوربس كالوزم، اول سهم هو اللي انا حطيته اللي هو مين بقى؟ اللامنا. ايه؟ اللامنا اللي هو الروسترم الاول. لا قبل اللامنا الروسترم تاني. انا شاور دلوقتي السهم اللي محطوط على الروسترم. الروسترم الحته الرفيعه، الروسترم اللي هو الحته الرفيعه. طيب وفي حاجات تحت الروسترم هنقولها بس بعدين. بعد كده هنشاور على السهم اللي بعدين، الجينيو بتاع الكوربس كالوزم، جينيو اوف ذا كوربس كالوزم. السهم اللي بعدين البادي بتاع الكوربس كالوزم، والسهم الاخير هنا السلينيوم اوف ذا كوربس اي كالوزم. تاني الاربع اسهم يا جماعه بنوا على الصوره بالظبط بتاعت اللي في الكوربس كالوزم تمام. نقولهم تاني، احنا عندنا في الروسترم، الروسترم الجزء الرفيع هنا، بعد كده الجينيوم، بعد كده البادي، بعد كده السلينيوم.
الكوربس كالوزم ده مشهور قوي، مشهور قوي، انا بقول اهو تيجي في الامتحان حاجه منه. واكتب لي كده بقى معايا، لازم تحفظ لي البلاد سبلاز كوربس كالوزم. جمله عملناها لكم كده اكتبوها، في جمله عمليها اكتب معايا كله كده، كله يكتب معايا وسيب الشات. نكتب كده الجمله ده: all parts of the corpus callosum, all parts، كل اجزاء، all parts of the corpus callosum take blood supply from anterior cerebral artery. كل الكوربس كالوزم بياخد بلاد سبلاي من ايه؟ من اكا anterior cerebral artery except السبلينيوم from posterior cerebral artery. يعني خلي بالك كل اجزاء الكوربس كالوزم بتاخد بلاد سبلاي من anterior cerebral ما عدا السبلينيوم بتاخد بلاد سبلاي. all parts of the corpus callosum، يعني يا احمد اهوت، all parts of the corpus callosum take blood supply from anterior cerebral artery. كلهم بياخدوا من anterior cerebral artery except السبلينيوم from posterior cerebral artery. يبقى كل اجزاء الكوربس كالوزم هتاخد عندنا بلاد سبلاي من anterior cerebral artery مع السبلينيوم. لذلك حتى احنا لما بنجيب ساعات بنحب قوي السبلينيوم، عشان كده يعني في السبوتنج بنحب نجيبها ونحط السؤال عليها منشن ذا ماركت اريا، وبعد كده السؤال الثاني اللي هو منشن اتس بلاد سبلاي، يعني قول البلاد سبلاي بتاعها، تقول لي البلاد سبلاي. السبلينيوم تركز معايا لان كلكم بتغلطوا، تقولوا لي انتور سيربرال على كله. الانتور سيربرال ارت بيدي كل الاجزاء ما عدا السبلينيوم. الانتور سيربرال ارت بيدي كل اجزاء الكوربس كالوزم ما عدا السبلينيوم، بتاخد من البوستيريور سيربرال ايه؟ ارتري. يبقى احنا عندنا دي بالنسبه مين اللي هو الكوربس كام اجزاء. طيب هنشيل بقى الاسهم بتاعت الكوربس كالوزم كده، نشيل الاسهم كده اللي علمناها وهنحط سهم ثاني. بص كده السهم الثاني اللي انا علم عليه ده اهو، ادي السهم اللي هو دوت، ادي سهم وادي سهم. انا عامل سهمين اتنين، الناس تقول معايا السهم اللي فوق بتاع ايه والسهم اللي تحتيه بتاع ايه. نعم، السهم اللي فوق انا عايز اشوف اجابه كده عشان نشوف الناس متابعه معايا ولا ايه. السهم الاولاني من الناس الشاطره جماعه بتوع طب المنوفيه، طب شبين، احنا كلنا ملايفه مع بعض. السهم الاولاني محطوط على ايه؟ لا الاولاني، ها انا ما اشوف الاجابه. ايوه بالظبط اللي هو ايوه، اللي هو بتصح في ناس مش مركزه. السهم الاولاني اللي فوق دوت محطوط على الانتروكوميشن، الحته اللي مكلكعه الانتروكوميشن، اما الحته الرفيعه اللي نازل سلام هنا ترمينالز. ثاني انا عندي هنا خلي بالنا، ادي الانتروكوميشن الحته اللي مكلكعه بتاعت السهم اللي فوق دي الانتروكو، اما الحته الرفيعه اللي اسمها لامينا ترمينالز. لامينا ترمينالز، لامينا ايه؟ ترمينالز. يبقى هنا شفنا، يبقى انا عندي الروسترم بتاع الكوربس كالوزم ايوه. الصوت كده راجع كمان، الصوت راجع يا جماعه عشان طب قطع الصوت، راجع الصوت راجع. انا لما الصوت بيقطع بيبان لي هنا، انا معني ان الصوت قطع. طيب فاحنا عندنا عندنا هنا تحت الروسترم على طول في هنا الانتروكوميشن، وبعد كده في الايه اللي هو لامنا ايه؟ لامنا ترمينالز. طب نكمل بقى معانا الميديال سيرفيس بعد ما شفنا الكوربس كالوزم بالاجزاء ديت. نكمل، احنا عندنا انا هنعمل علامه كده مع بعض كده على السلكس ده، في سلكس انا بعلمه اهو 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 فوق الكوربس كالوزم السلكس. مين اللي هقول معايا؟ كالوزال سلكس، كالوزال سلكس، تمام. الكالوزال سلكس اكتب بقى معايا دي تاني سلكس لازم بيجي وبيجي في قاعده. نكتب كده مع بعض، الناس تسيب الشات وتكتب معايا الكالوزال سلكس. السؤال اللي هجي لك حط عايز اسم الاري اللي هو السلكس يعني، اند اتس كونتنت اكا، تمام يا حنان، هكتب لكم اكا انتيريور سيريبرال ارتري. يبقى الكالوزال سلكس، يبقى هجي لك هنا عايز اسم السلكس وعايز اسم الكونتنت اللي هو الكونتنت هنا انتيريور سيريبرال ايه ارتري، تمام. يبقى بيعلمنا طيب السلكس اللي بعديه
السلكس اللي بعديه اللي ممكن نلون عليه اهوت، السلكس تاني بلون عليه اهوت هنا كده. تمام، السنجيوليت، السنجيوليت ايه؟ السنجيوليت سلكس. تمام، بس السنجيوليت سلكس مالوش كونتنت، فساعات من ايه بنعلمه بس كده. تمام، طيب بعد كده في سلكس تاني هعلم عليه. بص كده، ما انا احط ايدي تحت السبلينيوم اوف ذا كوربس كالوزا، حط ايدي تحت السبلينيوم ونمشي كده، نمشي كده. شايفين انا ماشي علمت على ايه؟ شايفين؟ عشان هكمل على ايه؟ على الكالكراين. هنكمل كده، هنكمل لحد واحنا رايحين ناحيه الاوكسيبيتال. خلي بالكم معايا عشان هلون لون، هنعمل لون تاني كده، هنعمل لون تاني اهو، لون تاني اهو، لون ازرق. انا عملت لون ازرق، بصوا كده معايا، نقول مع بعض. انا الاحمر دوت كالكراين، ودوت اسمه ايه؟ البرايتو. الازرق برايتو ايه؟ برايتو اوكسيبيتال. نركز كده مع بعض هنا. الكالكراين نبدا من تحت السلينيوم، نتجه ناحيه الاوكسيبيتال بول. انا معلش يا جاد، انا كنت حاطط صور بالبيانات لان استعجلت، كان صور ثانيه من غير بيانات. ان شاء الله في السكوتنج اللي جاي مش هنحط بالبيانات. جاد بيقول لي ممكن صور من غير بيانات، صح فعلا. الصور اللي انا استعجلت شويه، فالمره الجايه ان انا حطيت صور كده بالبيانات، معلش يعني. تمام، المهم فاحنا عندنا هنا الكالكراين سلكس، الكالكراين سلكس اللي انا بشاور عليه دوت. واما السلكس اللي طالع لفوق اللي هو البرايت اوكسيد اللي هو الازرق، اللي هو برايت اوكسيد. ممكن الكالكراين سلكس، الكالكراين سلكس يا جماعه اكتب بقى السلكس رقم 3 اللي بيجيب الكونتنت بتاعته. لازم السؤال بيجي معاه اندنس كونتنت، ايدنتيفاي ذا ماركت اريا، كونتنت اوف ذا ماركت اريا، او ستراكشر باسنج ثرو ذا ماركت اريا. يعني ايه الحاجات اللي تمشي في الماركت اريا؟ يبقى الماركت اريا اللي عندنا هنا دلوقتي الكالكراين سلكس، او الكونتنت بتاعتها مين؟ ايه؟ بوستيريور سيريبرال ارتري، بوستيريور سيريبرال ارتري. انا عندي ثلاثه سلكاي وكل واحد ليه كونتنت، اللي هو اللاترال سلكس في الميدل سيريبرال ارتري، الكالوزال سلكس في الانترو سيريبرال ارتري، الكالكراين في البوستيريور سيريبرال ايه؟ البوستيريور سيريبرال ارتري. تمام، يبقى احنا عندنا ادي السلكاي اللي موجوده ايه في الميديال سيرف. نيجي بقى الجيراي، الجيراي نشاور كده مع بعض على الجيراي معايا. اول جيرس اهوت، نعمل لون تاني الجيرس اللي انا لونت، عليه او اشرت عليه بالخط الاخضر باين، خط الاخضر باين على الجيرس. تمام، اللي هو ده ايه؟ سنجيوليت، ايه؟ سنجيوليت جيرس. تمام، يبقى انا ادي سنجيوليت جيرس. تمام، طيب احنا عندنا، هرجع تاني ان انا عندي هنا في سلكس اهو، هنلون الحته ده كده اخضر ازرق كده تاني، كنتش عملته معايا، اللي هو في حاجه اسمها ascending ramus of cingulate sulcus. ascending ramus of cingulate sulcus اللي هي الحته اللي عملتها بالازرق. وهنلون على بدايه اللي هو هنلون هنا على بدايه السنترال سلكس. حطيت نقطه خط كده في بدايه السنترال سلكس. تمام، انا دلوقتي ادي السنترال سلكس وادي الاسندنج ريمس. المنطقه اللي انا هعلم عليها دهيت، المنطقه اللي انا هعلم عليها نشوفها كده مع بعض، اللي هي بتيجي كتير جدا جدا جدا، بلون او بخطط فيها كده. المنطقه اللي انا لونتها ده قلت لك دبوس فيها، اللي هو البارا سنترال لوبيول. بارا سنترال لوبيول من الحاجات الكومن كومن كومن بنجيبها، بارا سنترال لوبيول ده من السبوت اللي احنا بنجيبها كتير قوي في اي كليه. يعني لو حد ناس معانا من طب طنطا، من طب بنها، من طب شبين، كله ايه؟ من القاهره او اي حاجه، المهم دي البارا سنترال لوبيول. ولازم برضه تقول ان البارا سنترال لوبيول البلاد سبلاي بتاعها مين بقى يا جماعه؟ البلاد سبلاي دايما المنشن اريا، والبلاد سبلاي غالبا البلاد سبلاي اللي هي ريليتد لمين؟ الانتيريور سيريبرال اي ارتاك. تمام، يبقى دي منطقه الايه؟ البارا سنترال ايه؟ بارا سنترال لوبيول، بارا سنترال مين؟ لوبيول. طيب نكمل مع بعض. احنا عندنا الجارس برضه بيجي كتير قوي، الجارس اللي انا لونت عليه ديت اللي هو مين بقى؟ كيونيوس.
ثم قال لنا لا اخذت فخذ اسمها كيونيوس برضه، والبلاد سبلاي بتاعها اللي هو البوستيريور سيريبرال ارك كيونيوس. كيونيوس طبعا في بري كيونيوس اهي، وادي البري كيونيوس، وادي تحت هنا كده اللي هو انا عندي ثلاث خطوط، ادي كيونيوس ثاني نقول مع بعض كيونيوس بري كيونيوس، واللي تحت اللينجوال جايروس. لينجوال ايه؟ جايروس. لينجوال جايروس كيونيوس بري كيونيوس لينجوال جايروس. البلاد سبلاي بقى بتاع المنطقه دي كلها مين؟ البوستيريور سيريبرال ارتري. بوستيريور سيريبرال ايه؟ ارتري. بوستيريور سيريبرال ارتري. نعيد تاني احنا كده خلصنا الميديال سيرفيس، الحاجات اللي في الميديال سيرفيس الكوربس كالوزم باجزائه جينيو بادي سبلينيوم، وغالبا بعد البلاد سبلاي كل الاجزاء بتاخد من الانتيرو سيرفر بعد السبلينيوم. بعد كده تحت الروستروم في هنا الانتيرو كوميشر، وتحت الانتيرو كوميشر في لامينا ايه؟ تيرمينالز. طبعا في حاجات ثانيه لو نزلنا تحت الاوبتيك كيازما بس عن ايه؟ هنقولها ايه بعدين. المهم بعد كده شفنا السنجيولين الكالوزال سالكس اللي ماشي في الكوربس كالوزم اسمه كالوزال سالكس، الكونتنت بتاعته اللي هو اكا انتر سيلر ارتري، بعد كده في السنجيوليت سالكس مالش كونتنت، بعد كده السنجيوليت دايرس، وبقى غالبا عايز لما نجيبه بقى عايزين البلاد سبلاي، البارا سنترال بلود وبقى عايزين البلاد سبلاي، الكالكراين سالكس. الكالكراين سالكس سواء بري كالكراين او بوست كالكراين، بس هنقول كالكراين سالكس، هنقول الكونتنت بتاعت الكالكراين سالكس اللي هو البوستيريور سيريبرال ارتري، البرايت اوكسيبيتال سالكس برضه الكونتنت بتاعته بيبقى فيه برانش من البوستيريور سيريبرال ارتري، وبعد كده كيونيوس بري كيونيوس لينجوال ايه؟ لينجوال. طب ننزل شويه تحت دي بنعتبر حته في السيريتال سيكشن، بس هي تحت المين؟ تحت الكوربس كالوزا. بنشيل كده الخطوط اللي انا معلمها تمام معايا هنا كده تاني. احنا عندنا ساعات تحت الكوربس كالوزا انا حط خط كده اهو، دي بنحط دبوس هنا بريك كان دبوس كالكران سالكس في لو سمحت يا دكتور. طيب تاني 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 يا محمد يا تركي، محمد تركي احنا غالبا نجيب الكالكراين، غالبا نقول كالكراين يا محمد ماشي، بس احنا عارفين هشاور لك كده ركز معايا ان المنطقه الاولانيه اسمها بري كالكراين من تحت السبلينيوم لحد النص هناك لحد ما يبدا البرايت اوكسيبيت، بعد كده البوست كالكراين وانت متجه ناحيه مين؟ تحت الايه؟ ناحيه الاوكسيبيتال بول. اما البرايت اوكسيبيتال ايه؟ طالع لفوق، يعني البرايت اوكسيبيتال سالكس هو اللي باسم الكالكراين، البري كالكراين اللي هو الحته ده، بوست كالكراين الحته ده تمام؟ فانت لو قلت كالكراين غالبا احنا عايزين الاجابه كلمه كالكراين سالكس. نرجع تاني بقى هنا اللي تحت الكوربس كالوزا، انا عملت خط بالاحمر واحد قال لي سيبتم بليستم، موجود السيبتم بليستم هتقول سيبتم بليستم، لو برين حقيقي غالبا هتلاقي سيبتم بليستم مقطوع، لو برين حقيقي هتلاقي سيبتم بليستم، لو موديل هتلاقي سيبتم بليستم ممكن موجود. طيب ممكن يكون سيبتم بليستم من شال، السيبتم بليستم ممكن يكون شايلين. في الحاله ديت لا ده انا مش عايزك، انا عايزك بالظبط كده الاجابه الصح بقى ايه؟ هتقول لي اول حاجه اللاترال فنتري، لو الدبوس قدام قوي تقول الانتيرو هورن اوف لاترال فنتري كده. ايوه برافو عليك يا محمد يا تركي، هيد اوف كوديت، هيد اوف كوديت لازم 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 الاجابه تكون كلها على بعضها كده، تقول لي اللاترال فنتري كده واكتب شرط جنبيها اللي هو ايه؟ الهيد اوف كوديت، لاترال فنتري الهيد اوف كوديت اللي هي باينه، اللي باينه عندي ده اللي انا مشاور عليها دي الهيد اوف كوديت، اللي انا مشاور عليها دي الهيد اوف كوديت اللي هي اللي انا مشاور عليها الخط ده. السيبتم بريزم لو موجود، لو موجود وغالبا لو موديل بيبقى مثلا موجود في الموديل، او شوف الموديل من شال برضه يبقى، لكن لو اصل السيبتم بريزم بنقطعه عشان يبان اللاترال فنتري، لو السيبتم بريزم موجود قول سيبتم بريزم، لكن لو ما فيش سيبتم بريزم يعني دلوقتي دخلنا الفنتر كده، دخلنا اللاترال فنتر كده، فتقول لي اللاترال فنتر والحته دي في اللاترال فنتر اللي موجود فيها الهيد اوف كوديت تمام. طيب بعد كده هنعلم العلامه اللي بعد كده اللي هو اللي انا هعلمها دهيت بانت العلامه الخط الثاني، الخط الثاني الناس تجاوب معاك عشان اطمن ان الناس شايفه اللي هو مين بقى؟ فورنكس تمام تمام. يبقى احنا العلامه اللي بعد كده دي الفورنكس، العلامه اللي بعد كده دي الفورنكس، فورنكس خلاص.
تحت طبعا هنا لو موديل او صوره هتبان الفورمين باك، يعني خلي بالك البرين الحقيقي الفورنكس غالبا بنقطع او فوسكا او الفورمين اللي انا علمتها ديت. هنا معايا الصوره باينه الفورمين اللي هي ده. بص يا جماعه الناس اللي اكتب التاك على اف 11 الصوره تملى الشاشه عندك، اف 11 الصوره هتملى الشاشه عندك. الناس اللي ايه يعني اف 11 كانت الصوره ملت الشاشه. المهم انه انتر فنتركولار فورمين، انتر فنتركولار ايه فورمين، انتر فنتركولار فورمين بتبان اهو في الصوره باينه عندنا واضحه جدا. بعد كده اللي هنا ادي اللي هو السلبس، خط الصوره ده بودي ادي السلبس. لا اف 11 بتكبر الصوره ما بتغش الصوت يا رام. تمام المهم ادي السلبس، دي السلبس. بعد كده في حاجات ثانيه هنقولها لما ننزل ايه لتحت. المهم احنا بس نيجي نشوف العلامات تاني اللي كان خط اللي انا علمناهم. احنا عندنا اللاترال، نرجع تاني ادي اللاترال فنتركل الهيد اوف كودين. بعد كده شفنا الانتر فنتركلر فورامين، شفنا الفورنكس اللي هو الخط الفورنكس. بعد كده دي مين؟ مين؟ السلامس. انتر سلامك ادهيجن هنشوفها في صوره ثانيه، انتر سلامك ادهيجن في حاجه ثانيه. دي بالنسبه الميديال سيرفيس مع جزء من السيرتال ايبر. طيب نيجي بقى نشوف حاجه ثانيه الانفيريور سيرفيس. نصبر كده عليكم لحد السرعه ما تحمل. الناس اللي شاف الانفيريور سيرفيس التكة واحد، اللي لسه هتحمل عندكم لسه دي صوره جديده فلازم هتمشوا قبل ما تحمل. هنصبر عليكم لحد ما تحمل. مش عايز اشوف رقم اثنين، هصبر عليكم لحد الصوره اللي بعديها ما تحمل. هتحمل عندكم دلوقتي. بس لحد اللي يبان عنده الانفيرو سيرفس يكتب لي واحد، اللي ما يبانش يكتب اثنين لحد ما نشوف انفيرو سيرفس. تعمل ريفرش كده بس هتبدا تتحمل عندك واحده واحده لان انفيرو سيرفس. كان بانت تبان عند معظم الناس، لسه في ناس لسه بتحمل عندهم معاكم. صبران عليكم، انا صبران عليكم. تقلقوش ما تقلقوش. لسه في اتنين حاجات بسيطه كده. طبعا معلش عشان بس العدد برضه يعتبر نسبيا كبير مع الفوت النت عندكم. نعمل ريفريش بس كده يا جماعه هتبان، هتبان ما تقلقوش ما تقلقوش. احنا مسلمين زي شيب زي شيب. الاولاني لسه اثنين يا اولاني. في له سيرفس بدا يبان يا جماعه. يلا بس انا معاكم لحد ما تتحمل، بس الصوره ما تتحمل لان في ناس النت عندها بطيء او كده. في ناس النت عندها كويس زي الفل. ايمان ريفرش يا ايمان، ايمان ريفرش. انت عامل ريفرش بس كده ولحد الصوره ما تتحمل عندهم. طيب اعتقد بدات معظم الناس عيان اول بدا الناس معظمهم يكتبوا واحد اهو.
طيب حتى اللي عنده اتنين كده يعمل ريفريش كده وانا بنشرح هتبين عنه، او انا كده كده هشرح واعيد تاني يعني. في ناس كتير من الكتب هذا بيكتبوا واحد بدل يكتبوا اتنين اهو، بدل يكتبوا واحد. ها نبدأ. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بقى الانفيرو سيرفيس. الانفيرو سيرفيس هنيجي نبدا نشاور برضه بنقسمه جزئين اتنين. هنلون اول على الاستيم بتاعت اللاترال سالكس. انا دلوقتي بلون كده على ادي الاستيم اوف لاترال سالكس اللي انا لونت عليها. لونت كده على الاستيم اوف لاترال سالكس. معايا يا جماعه؟ كمان عندي العلاقه بتاعت الستيم اوف لاترال سايكلس اللي هو الخط الاخضر اللي انا لونته. تمام. طيب بصوا كده معايا، الستيم بتاعت اللاترال سايكلس بيقسم الانفيرو سيرفيس لجزئين اثنين، اللي هو حاجه اسمها اوربيتال بارت والتنتريال بارت. اوربيتال بارت الجزء اللي قدام، والتنتريال بارت الجزء ايه اللي ورا. تمام. طيب بعد كده هقول لك ايه برضو، هنلون هنعلم على حاجات معينه. اقول لك ايه الكومن اللي دي. اول حاجه عندنا السالكس اللي هو ده اهو اللي انا بعلم عليه. السالكس اللي انا هنا علمت عليه ما سلمى انت بتشوف الخط بس، لان الثلاثه ما حملتش عندك كويس. انا متابع ان انت كنت بتكتب اتنين من بدري، فانت شويه بسرعه تحمل عندك. هنعمل ريفرش. ريفرش ديت كم مره كده قبل النت؟ ما ايه، ما هو اللي هو عنده النت بطيء شويه، فالصوره بتبقى هو بيقفل النت عنده. طيب الخط الاخضر اللي انا عملته الثاني ده يا جماعه، الناس شايفاه كده معايا على الاولفاكتوري سالكس؟ الناس شافت الخط اللي موجود في الاولفاكتوري سالكس؟ تمام. بيجي كتير قوي الاولفاكتوري سالكس، الاولفاكتوري سالكس. تمام. طيب بس ساعات احيانا وبالذات لو كان موديل يجيب لك الفاكتوري بالب اند تراكت، هعمل لك اعلام ادي الفاكتوري بالب اهي وادي الفاكتوري تراكت اهي. هنبنى انا عندي السالكس الفاكتوري سالكس اللي هو في خط اخضر اسمه الفاكتوري سالكس. لا ساعات يكون الفاكتوري بالب وتراكت موجودين في موديل لو مرن مش حقيقي، او في صوره يبقى حاطط لك خط على الفاكتوري بالب وخط على الفاكتوري ايه تراكت. دي بالنسبه. طيب احنا عندنا في سالكس يعني غالبا ما بيجيش، بس هنعلم عليه. عامل زي حرف الاتش اهو، انا بمشي عليه الاتش اهو، انا بلون على الاتش كده بعمل اتش اهو. دي سالكس اللي انا عملته زي حرف الاتش كده، اللي هو الاولفاكتور ايه سالكال. بيقسم لنا اللي المنطقه دي هنا ايه بقى؟ الاسم الاوربيتال سالكار. اوربيتال سالكار اوربيتال لان الاوربيتال سيرفيس اوربيتال سالكار. هنا عندنا الاريا، هنا المنطقه هنا انتير اوربيتال جايرس، بوستيرو اوربيتال جايرس، لاترال اوربيتال، وميديال ايه وميديال اوربيتال. انا عندي تاني اتش شيب او الاوربيتال سالكاي مع اربع اوربيتال ايه جايرال. ايه الليكج جيرس؟ المهم خلينا بس هنا عشان ايه؟ تاني انا علمت هنا تاني. عندي هنا في اتش شيب، انا رسمت حرف الاتش، الاتش ده هو يعني اللي هو الاوربيتال ايه؟ الاوربيتال سيلكار اللي هو عامل زي حرف الاتش. ممكن نحط دبوس قدامه في النص هنا اللي هو انتر اوربيتال جيرس، ووراه هنا بوستيرال جيرس، ميديال اوربيتال، ولاترال اوربيتال. لكن انا العلامه اللي انا سايبها للاخر، العلامه اللي انا سايبها للاخر اللي بتيجي غالبا اهو، هلون عليها بقى دلوقتي.
اللي هو الجرس دوت اللي انا بحط دبوس فيه اهو، انا لونته كده اهو، العلامه اللي هي ديت، العلامه دي بانت دلوقتي. دي اسمها ايه؟ ستريت جايرس او ريكتس جايرس، ستريت جايرس او ريكتس جايرس، ودي مهمه جدا. خلي بالنا الاوربيتال سيرفيس، الاوربيتال سيرفيس البلاد سبلاي بتاعه جزء منه، جزء منه من الاوربيتال سيرفيس. النص الميديال بارت بياخد من مين؟ من الانترو سيربرال، واللاترال بارت من ايه؟ من الميدل سيربرال. يعني لو جبنا الريكتس جايرس، الريكتس جايرس او الستريت جايرس او جايرس ريكتس، لو جبناه هيجيب لك منشن اتس بلاد سبلاي، يعني عايز الماركت اريا اسمها ايه، والبلاد سبلاي هنا هتكون مين بقى يا جماعه؟ البلاد سبلاي في الريكتس جايرس اللي هو عباره عن الانتيريور سيريبرال ارتري، انتيريور سيريبرال ارتري. تاني يبقى احنا عندنا الاوربيتال بارت التاني بيجي الاولفاكتوري سالكس بيجي كتير، والريكتس جايرس بيجي كتير، هم دول اكتر حاجتين. لو في صوره كده في الاولفاكتوري بالب وتراكت ممكن يجوا، فاكتور بالب والفاكتور ايه تراكت ممكن يجوا. يبقى نركز قوي على الريكتس جايرس وايه والفاكتور ايه سايكس، دول بيجوا كتير زي ما اتفقنا اهو. طب نيجي بقى تاني هنشوف الايه التنتوريال بارت، التنتوريال بارت البلاد سبلاي يا احمد، احمد رقم واحد قلنا المفروض السيرفيس الحته دي كلها بنقسمها في البلاد سبلاي لجزء من انتيرو سيرفر وجزء منين؟ من الميدل سيرفر. الاولفاكتوري الريكتس جايرس بياخد منين؟ من الانتيرو سيرفر ارتر، انتيرو سيرفر ارتر، ماشي الكلام؟ طيب هنيجي بقى نشوف مع بعض هنا كده معايا التونتريال بارت بتاع الانتيريور سيرفيس، التونتريال بارت بتاع ايه؟ ناجي ناجي وضحت. طب انت ان الصوره وضحت عندك يا ناجي؟ ناجي واحد، الصوره مش واضحه خالص، مش متحمله الصوره، متحمله ولا مش متحمله؟ اكتب لي كده، متحمله ولا مش متحمله؟ طيب خلاص بقى اهو، ما دام متحمله هنشاور لك تاني كده. احنا قلنا ادي الخط الاخضر دوت في الاولفاكتوري سايكس، الجارس اللي انا ملون عليه جنبيه اللي هو عباره عن اللي هو ستريت جارس، وقلنا الجارس اللي هو دوت، الجارس اللي هو دوت قلنا بياخد البلاد سبلاي، البلاد سبلاي بتاعه من الايه؟ من الانتيرو سيربرال ارتري. بقى في اتش شيب سالكس ده يعني ما اعتقدش يعني بيجي قوي، اسمه اوربيتال سالكاي وحواليه اربع اوربيتال جيرات، يعني نادرا ما بيجي. فدي بالنسبه للايه؟ نيجي بقى التنتريال بارت بقى عشان ايه الوقت بتاعنا. احنا عندنا انا هلون على سالكس اهو، انا بلون على سالكس. طب نرجع ناخد لون تاني اوضح شويه، ناخد لون تاني اوضح شويه، اللون الاحمر يمكن من الالوان اللي بتبقى واضحه اهو. ادي سالكس وادي سالكس تاني. اعتقد بقى اتنين. طيب احنا عندنا السلكس اللي جوه اللي هو دوت اللي هو كولاترال، كولاترال سلكس، كولاترال سلكس، والسلكس اللي بره دوت اوكسيبيتو تمبرال سلكس، كولاترال سلكس اوكسيبيتو تمبرال سلكس. لا ده ساعات بقى ان احنا بنلون على الحته اللي هي ده، هنلون على الجزء اللي هو ده اللي هو الرينين الحته ده. الكولاترال سلكس لما بنلون بنحط دبوس فيه من قدام، من قدام قوي الرينال سالكس، حاجه اسمها رينال سالكس. طيب الجوارية اللي عندنا، انا عندي هناخد ثلاث خطوط، ادي جايرس، ادي جايرس، ادي جايرس، وادي الجايرس الثالث. عندي ثلاثه جوارية اهو، نقولهم تاني. احنا عندنا هنا الجايرس اللي هو جوه دوت اسمه بارا هيبوكامبال جايرس، بارا هيبوكامبال جايرس. الجايرس اللي في النص دوت اسمه فيوزيفورم جايرس، يوز فورم جايرس. اما الجرس اللي بره دوت هو نفسه الانفيرو تمبرال جايرس. خلي بالك انا هرجع في كلامي دلوقتي، في الكلام ده هرتبه بطريقه ثانيه تاني. الباربو كامبل ده اسم ثابت، الباربو كامبل جايرس ده ثابت. اما الاثنين جايرات التانيين اسمهم بنختلف الاسماء، مره نقول ايه ومره نقول ايه. احنا عندنا نرجع للسالكس اللي هو ده اسمه اوكسيبيتو تمبرال سالكس.
اوكسيبيتو تمبرال ايه سالكس. اوكسيبيتو تمبرال سالكس ميديالي الجارس ميديالي اسمه ميديال اوكسيبيتو تمبرال ايه جارس، واللاترالي لاترال اوكسيبيتو تمبرال ايه جارس. يبقى ميديال واللاترال اوكسيبيتو تمبرال ايه. ساعات في واحد يقول لك ان اللاترال اوكسيبيتو تمبرال هو نفسه التمبرال، اللاترال اوكسيبيتو تمبرال جايرس هو نفس الانفيرو تمبرال جايرس. طيب في الحاله ديت هنبقى قايلين على الجيرس اللي في اللي جوه راسه فيوز فورم جايرس، فيوز فورم جايرس. يبقى الفيوز فورم جايرس هو نفسه الميديان اوكسيبيتو تمبرال، فيوز فورم ايه جايرس. تمام. طبعا اللي بيجيب لك في الامتحان فاهم الاجابات ديت او ديت. طيب العلامه المشهوره برضو، العلامه المشهوره بنجيبها في الحته ديت، هنلون عليها كده بلون تاني. الحته ديت مشهوره وهدي لك في الامتحان الحته اللي انا هلون عليها ديت اهي، الحته ده اهي انا لونت عليها اهو. ناخد منها بقى كده خط كده دي من الانقص بالظبط كده، الانقص بتيجي كتير 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 جدا في الامتحان، الانقص الانقص. تمام. وبيجي لك البلاد سبلاي بتاعها، وانا بقول لك اهو ايه البلاد سبلاي بتاع الانقص. نسمع الاجابات. بلاد سبلاي اوف ذا انقص، عايز اشوف كده اكتب. ايوه برافو عليك، اللي هو مين؟ مكه. انقص تاخد منك ان الميديال سيريبرال ارتري هو ماشي وحوه هيدخل في الاستم بتاعت اللاترال سيرفس ضد الانقص، لان بقيه السيرفس بقيه السيرفس ده كله بياخد من البوستيريور سيريبرال. انقص بس كده لوحدها كده هتاخد من مين؟ من الايه؟ من الميديال سيريبرال ارتري اللي هو ايه؟ من مكه اللي هو الانقص. تمام. يبقى تاني السبوت بتاع المنطقه ديت قلنا في التوسال اللي هو كولاترال سالكس اوكسيتو تمبرال سالكس، قلنا الرينال سالكس اللي قدام اللي هو ده الرينال سالكس، وده الثلاثه جيرال اللي هو الميديال اللي هو قلنا البار مكمبل جيرس، وبعد كده عندنا هنا في الميديال تمبرال واللاترال ايه اوكسيتو تمبرال ايه سالكس. انا عندي دي الانفيرو سيرفيس، وقلنا هنركز قوي على، انا بقى انا حبيت اركز على الانفيرو سيرفيس بقى، نقول مع بعض التركيز في الانفيرو سيرفيس، التركيز نكتب 1 2 3 كده، نكتب الاولفاكتور سالكس نركز عليه، الفاكتور سالكس نركز عليه، الريكتس جايرس او الاستريت جايرس نركز عليه، ونركز على الانقص والبار مكمبل ايه جايرس. دول كومن قوي وجيبهم كتير، ده الحاجات الكومن. ركز قوي على البلاد سبلاي كمان في الاسئله، البلاد سبلاي بتاعت الانقص والبلاد سبلاي بتاع الريكتس ايه جايرس. ركز على الحاجات ديت في الانفيريور ايه، في الانفيريور سيرفيس. ماشي الكلام؟ طيب يبقى احنا كده خلصنا الثلاثه سيرفيس ايه بتوع المرين. نيجي نشوف بعد كده نحمل صوره ثانيه وهنصبر عليكم لحد ما تبان عندكم. برين ستيم، برين ستيم المفروض متحمل عندنا لان هي دي جزء من نفس الصوره. طيب كويس. البرين ستيم هنبدا يلا مع بعض بقى كده. كويس كويس، هي متحمله عند معظم الناس اللي انا عملتها من بدري. البرين ستيم هنبدا بالمجال طبعا دي الانتيرور فيو ذا برين ستيم. هنشوف كده شويه سلكاي، ما اعتقدش وانا بقول اهوت انها اهوت ادري السلكس الرفيع ده اهو، انا عامل خط رفيع عشان ايه ما ادريش على حاجه. بدل خط رفيع طيب تمام، اللي هو دي سلكس، سلكس في الميد لاين بالظبط، انتيرور ميديان سلكس. تمام. وفي سلكس تاني هنلون برضه على بقيه السلكاي الثانيه، ادي سلكس مش هيجي وانا بقول، وادي سلكس مش هيجي ده احنا بنقول. لكن ايه بقى اللي هيجي بقى؟ بيجي الايه؟ الحتت اللي انا هلون عليها ديت، ونكبر السهم اللي بعد كده، نكبر السهم بعد كده، ناخد لون ثاني، يجي لك الجزء اللي هو ده. ها الناس تكتب معايا اللي انا لو انت ضغط علامه بتيجي كتير، بيراميد بتيجي كتير جدا كمان، بيراميد. تمام. بعد كده العلامه اللي بعديها بتيجي كتير جدا اهو، الاوليف. يبقى انا عندي البيراميد بيجي كتير والاوليف بيجي كتير.
بيجي قليل، بس ممكن يجي اللي هو ده علامه كده بعد الاوليف، بعد الاوليف في حته بعد الاوليف اللي هو الانفيريور سيريبيلر بدمكن. تاني انا عندي ثلاث خطوط زر، ثلاث خطوط زر اللي انا بهتم بيهم، ثلاث خطوط الزر. ماشي يا احمد ياسمين، انت رجعت تاني، اهلا وسهلا بيك. ركز معايا، انا عندي البيراميد، عندي البيراميد وعند الاوليف وعند الانفيريور سيريبيلر بدانكين. بيجي كتير البيراميد والاوليف، بيجي كتير البيراميد اللي هو ده والاوليف، البيراميد والاوليف، بيراميد والاوليف. بيجي قليل الانفيريور سيريبيلر بدانكين اللي بعد الاوليف، بعد الاوليف في حته فلات اسمها الانفيريور سيريبيلر بدانكين. تمام؟ ممكن لو عندنا لو انا بقى بص ركز معايا بقى، لو حبيت اجيب السلكاي دوت، انا بص كده معايا، هنرجع تاني للخطوط الحمراء، الخطوط الحمراء الرفيعه تاني، الخطوط الحمراء الرفيعه تاني. انا عندي سلكس في النص، انتروميديان سلكس، انتروميديان سلكس، ماليش كونتنت. اما الاثنين سلكس اللي بعد كده، واحد انترو لاترال واحد بسترو لاترال، انترو لاترال وبسترو ايه لاترال. انترو لاترال سلكس ممكن لو في موديل كبير كده، موديل برين موديل كبير، ممكن احط لك بتبص فيه وات از ذا كرينيال نيرفس ريليتد تو ذيس اريا، ايه الكرينيال نيرفس. في ناس احمد الاي ما اعرفش، ايوه برافو عليكم. نيرف رقم كام؟ في ناس عماله تكتب كلام غلط، ايوه برافو 12. هايبوجلوستال نيرف، الهايبوجلوستال نيرف، النيرف اللي هو مين؟ رقم 12 يا جماعه، عشان في ناس كاتبه 9 10. اما البوستولاترال سالكس لو حبينا نجيبه، عشان نجيب البوستولاترال سالكس اللي هو بعد الاوليف، السالكس اللي بعد الاوليف ده، بس لازم يكون موديل كبير، عشان ما اصل هيجيب موديل صغير السالكس ده رفيع قوي 9 و10 و11. تمام؟ ممكن، بس انا برجع لكلامي تاني، الموست كومن بيراميد والاوليف، موست كومن في الحته دي البيراميد ايه والاوليف. نشيل بقى العلامات اللي هنا ونروح لعلامات تانية. العلامات التانية عندنا هنا البونز، مشهور قوي قوي قوي، هديك العلامات المشهورة في البونز. البروف ده، البروف اللي انا لونت عليه دوت، بروف فور بازلر ارتري، بروف فور بازلر اي ارتري، بروف فور بازلر ارتري. ماشي، جروب 4. الواحد بيسالني ليه دي فانكشن اوف ذا بيراميد اند اوليف يا جماعه، اباوت ذا فانكشن اوف ذا، ما ينفعش في سؤال يعني، خلي بالك دي سؤال ده عملي، والسؤال عايز كلمه فانكشن، ده كلام هتحكي، ما اعتقدش يعني. لكن ممكن يبقى في عايز حته، البيراميد ده عباره عن ايه؟ ان البيراميد يعني ادينتيفايز باكت اريا، ما اعرفش، عايز تقول لي ايه الفايبرز اللي فيها اللي هو البيراميدال تراكت، لكن فانكشن وما اعرفش ايه، ما اعتقدش يعني. المهم نرجع تاني للبونز، انا دلوقتي هنا البازلر جروف اهو، ادي البازلر جروف او جروف فور بازلر ارتري، بازلر جروف اور جروف فور بازلر ارتري، الجروف اللي انا بشاور عليه ده بازلر جروف اور جروف فور بازلر ارتري. واضح؟ واضح؟ لو واضح الناس تكتب لي واحد. ها واضح؟ طيب تمام. جروب 4 بازلر ارت ده بيجي كتير قوي، ده من الحاجات اللي ايه بنحب نجيب. طيب بعد كده بنعلم على الجزء اللي هو دوت، ها العلامه اللي بعد كده اللي انا ديت، ده عباره عن ترانزفيرس بونتاين اي فايبرز، ترانزفيرس ستريكس وترانزفيرس بونتاين فايبرز، اللي هي الحته ديت ترانزفيرس ستريكس او ترانزفيرس بونتاين فايبرز. تمام. والعلامه الثالثه اللي بتيجي كتير 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 اهيت، العلامه الثالثه اللي هي دهيت، اللي هو ميدل ميدل سيربيلر بلانك. ثلاث علامات مشهورين مشهورين في البونز، اللي هو البروف فور بازلر ارت. وساعات خلي بالنا يجي لنا موديل فيه البازلر ارت موجود، يكون البازلر ارت موجود، يعني انا دلوقتي لو البازلر ارت موجود، لو البازلر ارت موجود وحطيت لك فيه دبوس هتقول لي بازلر ارتري. ممكن اسالك عليه اللي هو وات اتس ايه ترمينيشن، ترمينيشن يعني ايه؟ يعني بدي ايه التيرمينال برانشز بتاعته معايا، الترمينيشن اللي هو ايه بكة بالظبط، بوستيريور سيريبرال ارتري. او اقول لك وات اتس اوريجن، اوريجن يبقى عايز بيتكون من ايه،
الاوريجن بتاعها هتتكون من ايه؟ تو فيرتبرال ايه؟ الفيرتبرال ارتريز معايا؟ وهكذا يعني. يبقى احنا عندنا البازلر ارتري ممكن نسال عليه النسب بتاعته عباره عن ايه؟ او الاوريجن اللي هو بدايته بتكون من ايه؟ بعد كده هنطلع لفوق نشيل بقى الاسهم ديت ونحط اسهم ثانيه. بنعلم ممكن على الجزء اللي هو دوت اللي هو مين بقى؟ الكراس سيربراي. كراس ايه؟ سيربراي او سيربرال بدنكن. كراس سيربراي او سيربرال بدنكن. كراس سيربراي او سيربرال بدنكن. طيب بقى طبعا دي موديل واضحه جدا. احنا عندنا ادي الماميلر بادي اهي، ادي الماميلر بادي. خلي بالنا لما يجي لنا حاجه في الانتر بدنكولار فوسا، انتر بدنكولار فوسا، اكتب الاول كلمه انتر بدنكولار فوسا وشوف السهم او العلامه بتشير على ايه. يعني لازم تكتب الاول كلمه انتر بدنكولار فوسا، انتر بدنكولار فوسا، بعد كده تشوف السهم او العلامه مشاورين على ايه زي ما احنا شايفين بالمنظر اللي هو عندنا اهو. دلوقتي الماميلر بادي، معلش على فكره كنت قافل التسجيل في الجزء اللي فات ده كله من غير ما اخد بالي، يعني في حته كده في التسجيل راحت مننا حته كبيره قوي من اول انفيرو سيرفيس، اصل انا عندي هنا بقفل التسجيل لما ايه لما بحمل لكم الصوره. يلا بقى مش مشكله بقى. في جزء في التسجيل راح مننا عادي عادي، انا حابب نحاول نشوفه. المهم انا فتحت التسجيل تاني. طيب المهم عندي هنا الادي الكراست ريبراي او سيربرال بدنكل، وادي الماميلر بادي اهيت، دي الماميلر بادي. لازم نقول الاول كلمه انتر بدنكولار فوسا معايا. بعد كده العلامه اللي بعد كده الحته دهيت، نرجعها تاني نعلم كده اللي هو الحته ده اللي هو ايه؟ تيوبر سيناريوم، التيوبر سيناريوم او الانفانتوبلم بتاعت البيتيتري جلاند. الصوت موجود، الصوت موجود اعتقد الناس معظم الناس سمع الصوت، اللي بيقول الصوت يبقى الصوت عنده فيه مشكله. انا عندي صوت، انت عندكم علامه الصوت عندي كويسه كمان صح؟ فاللي عنده مشكله يبقى العيب عنده في النت كده. شوف الناس كلها كاتبه واحد. المهم عندنا بقى هنا تاني الاد هنا الكراستر براي او سيربرال بدانكل، بعد نشاور كده تاني كراستر براي او سيربرال بدانكل، بعد كده الماميلر بادي، بعد كده الانفان دوبلم بتاعت البوتيتري جلاند. طب نكمل بعض العلامات اللي عندنا. عندنا هنا في ادي الاوبتيك كيازما، تعلم منطقه الاوبتيك كيازما، اوبتيك كيازما. بعد كده هنا الاوبتيك ايه؟ الاوبتيك تراكت، اوبتيك تراكت اوبتيك تراك تمام. طبعا ساعات برضه من العلامات اللي بنجيبها فعلا منطقه البوستيريور بورفريتد سبستانس، ادي منطقه البوستيريور بورفريتد سبستانس بوستيريور. بس اتفقنا يا جماعه اي حاجه في الانتر بدانكولار فوسا لازم تكتب الاول كلمه انتر بدانكولار فوسا، لازم تقول لي الاول كلمه انتر بدانكولار فوسا، بعد كده تقول لي ليتر اون السهم او العلامه موجوده في ايه. تمام، هنشيل الاسهم دي تاني وبسرعه كده نعيد البرين ستام عشان حتى التسجيل اللي كان موقف في الحته دي بعدناه تاني كده تاني هعيد الحته دي تاني عشان التسجيل اللي كان واخد بالي. احنا قلنا هنا ادي البيراميد وادي الاوليف وادي لاترال الاوليف الحته الفلات اسمها الفيروس ريبيلر ايه بدنك بيراميد. يبقى انا هنا شفنا البيراميد وشفنا اوليف وشفنا الانفيروس ريبيلر ايه بدنك. وقلنا لما بنجيب السلكاي اللي هنا انا عندي ادي سلكس ممكن يجي لو عامله بالاحمر، وادي سلكس ثاني بالاحمر، ببقى عايز اسماء الكرينيال نيرفس اللي موجوده في المنطقه ديت. احنا عندنا هنا قدام الاوليف في سلكس اسمه انترولاترال سلكس، ورا الاوليف في سلكس اسمه بوستولاترال سلكس، اللي قدام الاوليف في السلكس دي فيه اللي هو هايبوجلوسال نيرف، والسلكس اللي ورا الاوليف اللي هو فيه نيرف رقم 9 و10 A11. دي منطقة الميدالا بلونجاتا. بعد كده شفنا الجروف فور بازلر ارتري، جروف فور بازلر ارتري وترانزفيرس ستريكس او ترانزفيرس بومتاين ستريشن والميدل سيربيلر بدنكل. وقلنا البازلر ارتري نفسه ممكن يكون موجود، عايز يسال يبقى هنا ادي البازلر ارتري اهوت، ادي البازلر ارتري هنا، وادي الترانزفيرس بومتاين
فاهم استريشن، وادي الميدل سيربيلر ايه بيضاوي. وقلنا البازل ارت نفسه لو كان موجود ممكن يسالك على الايه الترمينيشن بتاعته عباره عن ايه، او الاورجن بتاعه عباره عن ايه. البازل ارت الترمينيشن بتاعته هو البوستيرو سيربيلر ارتري، الاورجن بتاعه اللي هم التو فيرتبرال ايه، تو فيرتبرال ارتري. بعد كده الحته اللي فوق شويه قلنا هنا عندنا هنا في ادي الكراست سيربراي او سيربرال بلانكل، وبعد كده هنا في ادي الاوبتيك تراك وادي الاوبتيك ايه كيازما. اوبتيك تاني نقولهم كده تاني، هنا ادي هنا الكراست سيربراي، كراست سيربراي او سيربرال بلانكل، اوبتيك تراك، اوبتيك كيازما. بعد كده الانتر بلانكولار فوسا، لازم نقول انتر بلانكولار فوسا، وبعد كده بنشاور على حاجه من الكوتين، بس لازم تقول الاول كلمه انتر بلانكولار ايه فوسا. انتر بلانكولار فوسا عندنا ممكن نشاور هنا على البوستير بورفريت سبستانس، بوستير بورفريت سبستانس ممكن نشاور على الماميلار بادي، ممكن نشاور على التيوبر سيناريوم او الانفان ديبلم بتاعت البوستير جلاند. تاني نقولهم تاني، هنا ادي منطقه البوستيرور بورفريت سبستانس، ادي هنا الماميلار بادي، ادي منطقه تيوبر سيناريوم اند انفان ديبلم اوف ذا بيتيتري جلاند، دي منطقه الانتر اودانكولار ايفوس. الاوبتيك تراك طبعا مقطوعه، الاوبتيك تراك بتاعيه ما صورنا عليها دي. بالنسبه نيجي نشوف نفس الصوره بس من بقى، هنحمل صورة جديدة هتغيب شوية، هنحمل صورة تانية. هنحمل الصورة بعد كده. لسه هتحمل، لسه هتحمل عندكم، شايفينها ولا لسه ما بنتش؟ هقفل الصوت شويه قبل ما اتحمل، وفكرونا افتح الصوت عشان انا المره اللي فاتت نسيت والصوت اتقطع. اصبر عليكم شويه، اصبر عليكم شويه. واحد ولا اثنين؟ أظن واحد. الجماعة بتوع اثنين البرنت عندهم بطيء، صبرنا عليكم شوية اهو. بنرفرش للجهاز أو بنرفرش عز الصورة، اتحمل إن شاء الله. ماشي، انا صبر لي هاب الصوره متحمل عندك، انا عارف ان مش عايز حد. اعمل لي ريفرش ايمان للنت للجهاز بس انزل الصوره. حوليني بسرعه حوليني، انا مستنيك اهو. طيب خلاص، اعتقد في معظم الناس كده حملت الصوره عندهم، معظم الناس الصوره حملت. طيب عدد بسيط قوي قوي. افتح الصوت لمين؟ مين يقول افتح الصوت؟ ما حد يقول افتح الصوت. مين اللي عايز يفتح الصوت؟ انا مش عارف. ايه افتح الصوت يا دكتور، انا فاتح الصوت. افتحك انت الصوت يا ايه، ولا افتح الصوت لل
التسجيل. يلا نبدا بقى. برافو عليك يا نفت افتح التسجيل، كنت هنسى والله برضه. كويس كويس تمام. يلا نبدا نفتح بتاع البرين ستيم. الباك بتاع البرين ستيم عندنا الكلوزد المظله. احاول اكبر لكم الصوره كده شويه، اكبر الصوره بس مش خايف اقعد اكبر في الصوره، اول ما اتحمل نقعد تاني فبلاش خليها زي ما هي كده. احنا عندنا بنجيب هنا طبعا في سلكس في النص، هاخد خط رفيع كده برده تاني، في سلكس في النص كده في الكلوزد المظله، السلكس اللي هو ده، ادي سلكس في النص كده هنشاور عليه، السلكس ده اللي هو بستور ميديان سلكس، بستور ميديان سلكس يعني بستور ميديان سلكس. بانت الصوره بان السامج تمام، بستور ميديان ناس معايا تمام. البستور ميديان سلكس لا ده انا ده هاخده لاند مارك، الحاجات اللي جنبيها جاست لاترالي، جاست لاترالي هنعمل خط كده، ادي هنا لاترالي، ادي لاترالي ومور لاترال اهو. انا عملت ثلاث خطوط، خط الاولاني في السلكس، الخط الاولاني في البستور ميديان سلكس كده، الجراسيل والكونييت بعد كده كونييت جراسيل تراكت وكونييت تراكت، جراسيل او تراكت وكونييت تراكت. لا لو طلعنا لفوق شويه، لو طلعنا فوق شويه مش في التراكت نفسها، هنلاقي في حاجه اسمها تيوبركل، ادي الجراسيل تيوبركل وادي الكونييت ايه تيوبركل ماشي. يبقى احنا عندنا تاني جراسيل والكونييت تراكت بيجوا والتيوبركل بيجوا، لكن السلكس السلكس ما اعتقدش، سلكس ما اعتقدش. يبقى دي ايه بالنسبه للحته دي. بعد كده بعد كده هنشوف هنا مشكله الفلور اوف ذا فورس فينتريكل. برضه لما نعلم اي علامه في الفلور اوف ذا فورس فينتريكل تقول لي فلور اوف ذا فورس فينتريكل، وبعد كده تبدا تشوف العلامه فين عشان ما تغلطش. تقول لي الاول فلور اوف ذا فورس فينتريكل، تاخد الخط جنبيه وبعد كده تشوف العلامه. طيب احنا عندنا بناخد اول علامه في الفلور اوف ذا فورس فينتريكل، نشوف اللي هو كولر ستريشن اللي هي ده اوستريم دلاريز اللي هو الخطوط اللي بالعرض دلاريز ستريشن. طيب هناخد الحاجات اللي فوق بتيجي اكتر، الحاجات اللي فوق في الايه في الفلو بتاع الفاس فندرك اللي هو الجزء بتاع البونتاين بار، يعني دي بتيجي كتير ميديال ايمننس، والفيشيال كوليكولاس بتيجي كتير. تاني علشان ما نغلطش، الاول تقولوا لي الفلور اوف ذا فورس فينتريك، بعد كده بص الكونتنت، انا عندنا ميديال ايمننس اهي، اما الحته المكيكه اللي في الميديال ايمننس اللي تحت ما فيش الكوليكولاس. طيب احنا عندنا في النص التحتاني المفروض في سلكس على هيئه حرف دي شيء، يعني انا عندي هنا سلكس اهو، السلكس ده اهو انا خدت في خط الناحيه الثانيه اسمه الانفيريور فوفيا، انفير اي فوبيا اللي هو اسمه فور فوبيا، وعندي هنا انفير فوبيا اللي انا بس سلكس رفيع قوي. عندي هنا بقى في ايه بقى؟ عندي زي ما احنا شايفين كده في ثلاثه ترايجون، واحد ميديال اهو، ناخد بقى نغير اللون كده. هنا الجزء دوت اللي انا هاخد عليه الخط، اغير بس اللون بتاع الخط كده خليه يكون احمر. هنا هايبوجلوسال ترايجون، واللي في النص دهوت فيجال ترايجون، واللي فوق واللي لاترال اللي فوق ده فيستيبولر. تاني هنشاور على الثلاثه بقى، هنا ادي الحته دي اللي في جنب الميد لاين، هنا دي ايه؟ ده عباره عن هايبوجلوسال، فهنا الفيجال وهنا ايه الفيستيبولر. ماشي، بس احنا قلنا غالبا بيبقى عايز كلمه الفلور اوف ذا فورس فينتريكل وتريح نفسك، ده ممكن غالبا انا بقول لكم. دي الحته بتاعت الفلور اوف ذا فورس فينتريكل. طيب لو طلعنا لفوق شويه، نطلع بقى لفوق شويه ونشوف. احنا عندنا لو في رسمه زي ديت او صوره زي كده، ادي الاربعه اللي جاي من ورا اهو، اللي هو تروكليار نيرف، تروكليار نيرف. في الابر فيستيبولر، طبعا الابر فيستيبولر اللي هي ده ناخدها حتى بخط مختلف خاص، ابر فيستيبولر اريا، او ناخد الابر فيستيبولر اريا ادي الابر في الحته ده الخط الاخضر اهو، ابر فيستيبولر اريا. هنعيدها تاني في الاخر، هنعيدها تاني في الاخر.
بس ركزوا معايا اجين بس في الاخر ركزوا نكمل بس وانا اقول لكم. المهم دي التروكلر نكمل بقى معانا نكمل اللي هو التروكلر نيرف اهو. بعد كده انا عندي هنا في اللي هو السوبيريور كولوكولس وعندي الانفيريور كولوكولس. سوبيريور كولوكولس اهي ادي السوبيريور كولوكولس وادي الانفيريور كولوكولس. طيب وعندي بقى الباينيال بادي بتبان الباينيال بادي اهي ده هي البينيال بادي ادي البينيال بادي. طيب لو طلعنا لفوق شويه بس الصوره مقصوصه بقى ده هو السلمس ادي سلمس. ما بين تو سلاماي في هنا البنتركل اللي بتوين تو سلاماي السيرد بنتركل اهو دي السيرد بنتركل دي السيرد ايه؟ ما هنشيل كل الخطوط تاني هنشيل كل الخطوط هي ايه وهنقولهم تاني هنشيل كل الخطوط نقول تاني يلا نشيل الخطوط كلها اهو هنشيل كل الخطوط اهو هنشيل كل الخطوط اهو ونبدا نشاور بالسهم بقى سهم سهم. اول حاجه واحدة واحدة كده نركز مع بعض بقى نركز مع بعض. الجراسيل تراكت أو انا مش السهم ده كده مكان على الجراسيل تراكت تمام؟ تمام تمام. بعد كده الكونيات تراكت السهم الثاني نركز مع بعض بقى في الشهر الكونيات تراكت هيطلع لفوق شوية الجراسيل تيوبركل والكونيات تيوبركل دي في الحته بتاعت الكلوزد مدلل. في الاوبن مدلل الاوبن او الحته اللي فوق بقى نقول الفلور اوف ذا فورس فنتركل ايا كان الكونتنت ايه الفلور اوف ذا ايه بتاع الفورس فنتركل. طيب بعد كده نبدا نشوف الاجزاء او الحاجات المشهوره في الفلور بتاع الفورس فنتركل المدلل استرايا او استرايا ميدلاريز مدلل استرايا او استرايا ميدلاريز اللي انا بشاور عليها دلوقتي. بعد كده في الميديان ايمننس الميديان ايمننس بعد كده الفلور اوف ذا فورس فينتكل هو الرومبويد فوس هي دي الرومبويد فوس هنا دي ماشي يبقى الميديان ايمننس بعد كده في الفيشيال كولوكولاس فيشيال ايه فيشيال كولوكولاس اللي هي ده ايه بعد كده في السوبر فوفيا اللي هو الخط الرفيع ده بس ما فيش ده انا صعب سوبر فوفيا انفير فوفيا خط او صح حرف الثمانيه او انفيرت انفيرتد في انفير فوفيا بتيجي مع دي موديلات بلاستيك ماشي انفير فوفيا بعد كده الارياز بقى انت لو تخيلت حرف 8 اعمل صبع كده زي حرف 8 صوابع كده كعلامه النصر مقلوبه يعني لتحت الحته اللي في النص دي الفيجل تريجون الحته اللي انا مش عارف اسمها الفيجل تريجون فيجل تريجون في النص فوقيها شويه كده ناحيه الميد لاين هايبوجلوس لاترال قريبه من السيربيلم لور فيستيبلم لور فيستيبل من فوق اهي ابر فيستيبل تمام دي الحاجات اللي موجوده على المشروع في الفلوتر فاس بند. بعد كده عندي التروكلير نيرف اهو انا مش عارف التروكلير نيرف بعد كده في سوبيرو كولوكولاس كان في كولوكولاس بعد كده عندي البانيال بادي فوق شويه في السلمس الحالي والحالي في السلمس ما بينهم في النص ده اللي هو مين؟ السيرد فنتركل سيرد فنتركل دي البرين ستيم من الباك السربيلم ها بان الصوره بتاعت السربيلم سربيلم اعتقد هي متحمله من قبل كده ماشي طيب احنا عندنا السيربيلم اهوت مش كل حاجه في السيربيلم مش عايزك تقعد تعقد لي الدنيا في السيربيلم اول حاجه زي ما اقول لك مثلا اهو انفير الفوفيا ادي الفيرمس سوري الفيرمس ادي فيرمس ومن تحت دي الفيرمس اهو سوبيريور فيرمس انفيريور فيرمس ما السيربيلم بتعرف من السيربيلم السوبيريور سيرفيس من الانفيريور سيرفيس ان السوبيريور سيرفيس ما بيبانش السلكس اللي في النص تاني ماشي ده هو السوبر فيرمس نيجي للانفيرو فيرمس بيبان السلكس اللي في النص بين التولوز سلكس جاي في النص كده ديب شويه ده اعرف من الانفيرو ايه سيرفس فدي الفيرمس من فوق هتقول السوبيريور فيرمس ومن تحت الانفيرو فيرمس ده مبدئيا طيب هنيجي تاني السلكس اللي هو ده انا عندي دلوقتي في لوب بالاحمر ولوب ايه بالاخضر
اللوب اللي بالاحمر واخد التلت، واللوب الاخضر تلتين. ده من سمو سيرفيس، مش مهم اللوب، انا ما يهمنيش اللوب، انا بتكلم على السبوتنج على طول. الفشر اللي ما بين اللي هو 1 سيرد و 2 سيرد من السبور سيرفيس اللي هو اسمه ايه؟ برايمري فشر. برايمري فشر، برايمري ايه؟ فشر. تمام. بعد كده الهوريزونتال فشر، الهوريزونتال فشر ده فشر بيبان ما بين السوبيريور سيرفيس والانفيريور سيرفيس. الهوريزونتال او الترانزفيرس فشر، هوريزونتال او ترانزفيرس فشر بين السوبيريور سيرفيس والانفيريور سيرفيس، وده فشر لازم يكون استبدلها في ايدك. مبدئيا هحاول اعلم مكانه، مكان الهوريزونتال مكانه زي ما انا بعلم كده في الحته ده، يمكن بيبان من تحت شويه من الرسمه اللي تحت، الصوره اللي تحت اهي، دي مكان الهوريزونتال فشر. ده حاجه. طيب بص كده معايا، من الحاجات المشهوره، مشهوره في السيربيلم، التونسل اوف سيربيلم. يعني انا لو جيت اجيب لك كده السيربيلم، من الحاجات المشهوره اللي هي الحته ده اللي انا حلونا اسمها التونسل، اللي هي ده خط خطين جنب بعض في المنطقه، تونسل اوف سيربيلم. تونسل اوف سيربيلم، واجيب لك صوره، لا معلش في الصوره، لان دي التونسل اوف سيربيلم اللي هي ده، دي التونسل اوف سيربيلم مشهوره. طيب يبقى السيربيلم الفيرمس، وخلي بالنا الفيرمس بتبان في السيربيلم في السكشن تاني. بص كده معايا، اطلع الصوره اللي فوق، اطلع معاكم على الصوره اللي فوق، الصوره اللي فوق برضه ده اهو، لو جبنا علمنا كده اهو العلامه، ده عباره عن اللي هو مين بقى؟ الفيرمس اوف سيربيلم، الفيرمس اوف سيربيلم اللي هي الجزء اللي هو ده، دي اولى اسمها فيرمس اوف سيربيلم. محدش يقول لي ايه اجزاء الفيرمس، محدش يقول لي ايه اجزائها ايه، لا ما بتجيلكش في الامتحان ومش مطلوبه منك. ماشي، لا تقول لي فيرمس اوف سيربيلم، سيبك من الاربوره وغير كده، سيبك، لا قول لي فيرمس اوف سيربيلم، فيرمس اوف سيربيلم. ماشي، دي بالنسبه لايه؟ للسيربيلم. لسه بقى اخر حاجه اللي هو الايه؟ ايوه السكاشن. فين؟ تعالوا معايا بقى اللي هو الصوره ديت بتاعت الهوريزونتال سكشن، نركز مع بعض في صوره جديده تتحط. انا عارف كل يكتب اثنين ولا واحد بقى قبل ما نتحمل على المستشفى شويه، والله عارف. نقفل الصوت اهو، اللي افتح او بتاع التسجيل لسه هتحمل عندكم، قربنا نخلص. ماشي، انا لما بحط صورة جديدة بتقعد تحمل شوية، ف سوري معاكم معاكم. يلا بس تعمل ريفريش عشان الايه؟ نبدا، عشان احنا كده هتبدا تنام مني. ماشي يا جماعه، عايز اشوف كام واحد بقى كده، الناس الصوره اللي باينه عنده الهوريزونتال سيكشن. انا عارف لسه في ناس، لسه انا عارف انها صوره كبيره قبل ما اتحمل على الناس كلها.
النوكليار سيربيلم اللي بيسأل سؤال النوكليار سيربيلم يعني مش هتيجي غير بس في نيوكلس، لو في سيكشن في السيربيلم اشهر نيوكلس ما هو اسمها حاجه اسمها الدنتيت نيوكلس، نيوكلس عامله ايه متنيه كده زي الاسنان حاجه مشرشره كده اسمها الدنتيت نيوكلس، فيعني مش هندي لها اهميه قوي الدنتيت نيوكلس. لا يجي بس حته اسمها التونسل وال حتة اسمها فلوكولاس ممكن برضه في السيربيلوم ممكن. فلوكولاس ممكن. حتة في الفلوكولاس اوريها لك بس مش عايز احمل الصورة تاني من هناك عشان ما ايه تحمل الصورة او الصورة هنقلب يعني. طيب انت متهيألي كده ايمان مش عارف ايمان بت عندك بطيء. طيب انا شايف معظم الناس كده خلاص تقريبا كل بقى واحد اهو هتلاقي حاجات الناس بسيطه كده. طب نفتح بقى الصوت نكمل سجل تسجيل لازم هيجي لك سواء برين حقيقي او صوره يشاور لك عليها اجيب لك هوريزونتال سيكشن اسالك بس في الهوريزونتال سيكشن حدد نفسك ايه الانتير من البوستيريور عشان في حاجات تختلف الايه انت عارف الخريطه بتاعتك دي. بص كده معايا ايمن ركز معايا اعمل ريفريش وانت كده هعيد اخر تاني كنت ايه الصوره وصلت لي. عندنا هنا كده مع بعض هنبص انا مثلا هوريزونتال سيكشن اللي موجود عندنا لازم نحدد نفسنا قدام انتم الاستيريور بحب شويه حاجات. لو كان جبريل حقيقي وحقيقي يعني والسكشن معاك تمسكه في ايدك هتبص على الحته اللي تمسكها في ايدك وتشوف اذا كان ديت من ناحيه قدام من الانفيرو سيرفيس اوربيتال بارت او تنتيرال بارت من تحت يعني او هكذا. لكن هنبص على قدام كده هفترض الصوره جت كده قدام الهورن بتاعت اللاترال فينتركل الانتيرو هورن زي ما شايفين بمنظرها الحته الفشر بتاعها عامل كده. اما البستور هورن بتبقى جايه كبيره شويه وتبرم يعني ممتده بالمنظر ده. المهم علينا برضه بيبان حته بتاعت الكوربس كالوزم بتبين الكوربس كالوزم جاي له حته اسمها فورسيبس ماينور الثانيه بتاعته صغيره من قدام والفورسيبس ميجور الثانيه بتاعته طويله. او في ناس تقول لك بقى من الاخر ده من عند الجينيو لحد قدام المسافه دي قصيره يعني المسافه اللي انا مش عارف المسافه دي مسافه قصيره صغيره المسافه من عند الاسكان مسافه طويله والمسافات يعني انت بالنظر كده المسافه من هنا لهنا صغيره والمسافه من هنا لهنا كبيره. المهم عرفنا كده امتير وكده بوستير بنعلم على ايه على طول في الهوريزونتال سيكشن. لما نعلم هنا العلامه الخط ده اهو ما حدش يقول كوربس كالوزم او جيني اوف ذا كوربس كالوزم. ما انا عايز كوربس كالوزم هجيبه لك من غير ما اخد فيه سيكشن معايا كويس يا ايمان الصوره بدات تبان معاك اهو. فانا دلوقتي لما بنعلم هنا هتقول لي فورسيبس ماينور عايز تقول لي كوربس كالوزم شرط او بين قوسين فورسيبس ماينور ماشي ماشي اوكي مفيش مانع قول لي فورسيبس ايه ماينور سواء هعلم في الحته ده ماشي او اعلم ايه او اعلم هنا تقول لي الفورسيبس ايه فورسيبس ماينور لان زيها من اهو اللي هو ايه الحته بتاعت الفورسيبس ايه فورسيبس ميجر. بس انا معايا هنا كده معايا اسراء الصوت هيوصل لك دلوقتي والنت اللي عندك بطيء اسراء كبير الصوت بيقطع. يعني انا مثلا لو علمت هنا كده تاني هنشاور بالسهم الازرق اه هنا هتقول لي مثلا جيني اوف ذا كوربس كالوزم بين قوسين فورسيبس ميجر. جيني اوف ذا كوربس كالوزم فورسيبس ميجر. هتقول لي سبلينيوم اوف ذا كوربس كالوزم فورسيبس ميجر. طب احنا مش عايزين حد ايه وقعنا في الكلام يعني. طيب بعد كده هنيجي نشوف الحاجات المشهوره قوي يعني عندي ادي الهيد اوف كوديت دي الهيد اوف كوديت هيد اوف كوديت وادي السلمس وادي اللينت فورم النوكلس تاني اهوت ادي الهيد اوف كوديت
والسلامس واللينت فورم النيوكلس. مش مهم بقى تقول لي اجزاء اللينت فورم النيوكلس، هي لينت فورم النيوكلس وخلاص. الانترنال كبسول هنغير اللون، الانترنال كبسول ممكن يجي لنا جزء من الانترنال كبسول، هيجي لنا حته من الانترنال كبسول. يعني مثلا هنا الناحيه الثانيه بقى ادي الكرولينت اوف ذا انترنال كبسول، الجينيو بتاعت الانترنال كبسول، الكرولينت اوف ذا انترنال كبسول. مشهور قوي الانترنال كبسول باجزاء انترنال كبسول. نرجع للسام بتاع انتروليوم اوف ذا انترنال كبسول، الجينيو بتاعت الانترنال كبسول، بوليوم اوف ذا انترنال كبسول. لا لا ساعات بقى يجيب لنا السام في الحته ده، السام في الحته ده، او بص حطوا لنا هنا كده معايا. الجزء اللي هو ده ده عباره عن ايه بقى؟ اوبتيك راديشن، اوبتيك راديشن انتيت الاوبتيك ايه؟ الاوبتيك راديشن اللي هو امتداد البوستيريور بتاع الانتر، يعني هنا البوستيريور بتاع الانتر كبسول وراجع باكورد اوبتيك راديشن. اه تاني انا عندي الانترو ليمب اوف الانتر كبسول الجيني بوستيريور ليمب، لكن لما نرجع هنا كده اوبتيك راديشن. اصل هنا انترو ميتوكوندريال باندل والتابيتم مش حاجات واضحه، يعني المفروض ما في انترو ميتوكوندريال باندل وتابيتم الحاجات اللي لها علاقه بالبستور هورن بتاعت اللاترال فنتركل، لكن الاوبتيك راديشن دي بتبقى علامه مميزه. اوبتيك راديشن، اوبتيك ايه راديشن اللي هي ده. تاني نعلم على منطقة ايه حاجات زي ما قلنا في الانترنال كبسول، يعلمك على الاكسترنال كبسول او الكوليسترول، بس الاكسترنال كبسول ده رفيع قوي ماشي. ما احنا قلنا يا جماعه في تابيتم وانفيرنال كوتينال باندل والاوبتيك راديشن، تمام. الحاجات دي كلها هو الاوبتيك راديشن اكبر علامه بتيجي فيها معايا. مع الحاجات انا لو قلت لك ادي البوستيرو هورن اللي انا مش عارف، ادي البوستيرو هورن بتاعت اللاترال فنتري، المفروض وانا قايل الكلام ده في الفيديو اللي متسجل عندكم إيه؟ بعد هنا في حاجه اسمها تابتم وفي اوبتيك راديشن انفيريور لونجوتيودنال باندل، بس اللي بيجي انفيريور لونجوتيودنال ايه باندل، انفيريور لونجوتيودنال ايه باندل، تمام. ما احنا عندنا دي بالنسبه ايه. طب في حاجات ثانيه يعني مين اللي بيكتب لي اثنين يا جماعه؟ في حد كاتب في الصوت واضح؟ والله العظيم تكتبوا ثلاثه، تكتبوا ثلاثه بس، اكتب لي كنت اوبتيك راديشن اند كذا اند كذا. صوت النت عنده ضعيف ولا كان الصوت او الصوره اللي مش عنده ضعيف؟ كان معظم الناس تبقى معايا، بس اوبتيك راديشن ده الاساس، الاوبتيك راديشن الاساس. طيب الحته بتاعت الاكسترنال كبسول، لا ما انا هقول لك رفيعه قوي، اصل احنا خلي بالك انا ما احطش دبوس، اللي حطيت دبوس في حته رفيعه قوي الدبوس نفسه بيتحرك او ما بيبانش، فما اكسترنال كبسول ده حاجه رفيعه جدا اهو، ادي مكان الاكسترنال كبسول. او الكولسترول برضو ما عشان اقول لك على الكولسترول، ادي الكولسترول اهي، يعني اللي هو الخط الازرق الناحيه دي الكولسترول، دي الكولسترول. لكن لما يحط لك الدبوس في حاجه الدبوس الانسولا بقى، لما نحب نجيب الانسولا يحط لك الدبوس من دم، دي مكان الانسولا. دي مكان الانسولا اهي معايا يا شباب. يحط الدبوس في الجروف في الحته دي، تحط الجروف عشان ما تلخبطش. دي مكان الانسولا. لا الكوليسترام قلنا هنا الكوليسترام اللي هي ده خلي بالكم، خلي بالك وانا بقول لك في النيورو بالذات، قلت لك دبوس في حتت رفيعه ملخبطه، انا بقول لك الانسولين ممكن احط فيها دبوس بسهوله قوي، اللي انت فورم النيوكلس احط لك فيها دبوس كويس قوي، الانترنت كبسول باجزاء نجيب لك فيها دبوس كويس قوي، الهيد اوف كوديت نحط فيها دبوس كويس قوي، السلامس نجيبها لك، اللي انت فورم نجيبها لك معايا. طبعا الجينيو بالفورسبس ماينر والسبلينيا بالفورسبس ميجور. ايوه ما الكوليسترول بتبقى لونه غامق عن الاكسترنال كبسول، الغامق الكوليسترول معايا. فدي بالنسبه للايه اللي هو الهوريزونتال سيكشن. اخر سيكشن اللي هو ده بين الحته بتاعت الفورس فنتركل، لا سوما 2 ولا اكستريم كبسول ولا غيره، الكلام ده يقول لكم في المشرحه المعلن والاكستريم كبسول يا سوما
لا فيتش اكستريم ولا كل الكلام ده، حاجات رفيعه جدا ما تجيش. خلينا في الكلام من الاخر يعني. ما انا عارف مكانه فين وعارف انت هتقول لي يا جماعه اتقالوا، بس بيبقى الخطوط رفيعه قوي يعني اكستريم كبسول ايه اللي يبان ازاي. ركز بس معايا يا ركز معايا وانت هتشوف بس لما يجي في الامتحان. الهوريزون السيريتال سيكشن بيبان صوره السيريتال سيكشن. ها السيريتال سيكشن طيب تمام. نشوف مع بعض نشوف مع بعض. انا هحط دبوس هنا فلور اوف ذا فورس فينتريكل. ركز مع بعض الفلور بتاع الفورس فينتريكل اهو فلور اوف ذا فورس فينتريكل. طيب اللي هو اللي علامه رقم واحد رقم واحد اللي هي سوبيريور ميدلري فيلم. سوبيريور ميدلري فيلم طبعا في هنا اربعه وخمسه مدريين في الميدلري فيلم لكن ما علينا دي. طيب احنا عندنا يبقى احنا عندنا دلوقتي ادي اللي هي سوبيريور ميدلري فيلم. سيبنا اربعه وخمسه وسته اعطيها معايا كده سته كوريت بليكس خمسه ابن دايموند اربعه بايامتر سيبكم من كل الكلام ده. ممكن يعني بس كلمه سته انا كوريت بليكس ده ممكن لو كانت باينه في الصوره ولا حاجه. رقم سته دي لكن احنا عندنا برضو تاني العلامة. انا بقول لك العلامات اللي احنا بنجيبها نجيب الخط ده ها دي انا دي ده منطقه البونز دي تقول البونز. طيب الميد برين ده نغير لون الخط كده في الميد برين نغير لون الخط ادي خط في الميد برين ادي خط في الميد برين نغير اللون الاحمر. هنا الخط دوت اسمه تيجمنتم تيجمنتم. شايفين يا جماعه معايا الناس شايفه معايا الناس كاتبه لي اتنين تيجمنتم تمام. والخط الثاني تكتم بس التكتم بقى لازم تحدد في التكتم لازم تحدد سوبيري كوليكولس او انفيري كوليكولس. يعني خلي بالنا هنرجع تاني نشيل الخطين دول الثاني في التكتم هنحط الخط هنا ادي في السوبيري تكتم سوبيري كوليكولس تكتم انفيري كوليكولس. لازم تقولها كده تقول كلمه تكتم بين قوسين سوبيري كوليكولس تكتم انفيري كوليكولس حسب السهم ما محطوط فيه. برضه الكنال ديت مهمة جدا جدا سيريبرال اكويدكت سيريبرال ايه اكويدكت اوف سيلفس اكويدكت اوف سيلفس او سيريبرال اكويدكت الاكويدكت بتيجي كتير قوي مش عارف يعني كده نقفل بقى التسجيل نقفل التسجيل السبوتنج بتاع اليوم في حته كده طب نفتح التسجيل بس في حته كده معلش هنقولها ثواني ثواني عشان في صوره كده بنحاول نكبرها كده لا بتاعت انتر سيراميك اديجن والحته اللي هي ديت انا بكبر الصوره بانت في صوره كده يا جماعه كده تحت اللي فات ايه باينه باينه. طيب تمام نقول بقى الحته دي قبل ما ايه ما نقول الحاجات نقول تاني بقى ركزوا معايا نفتح التسجيل الجزء اللي هو ده احنا عندنا نبدا نشاورك اول على الفورنكس بعد الفورنكس بتاع الكوربس كالوزا تحتيه في كورويد بليكسس ادي الكورويد بليكسس ادي السلامس. لا بس انا عايز اعلم على حته في السلم اسمها ايه اسمها انتر سلامك اديجن الحته ده في السلمس النقطه دهيت انتر سلامك ادي انتر سلامك ايه اديجن باينه باينه يا جماعه السهم السهم ماشي مع انتر سلامك اديجن اللي انا شاب شاور اسمها انتر سلامك اديجن. ساعات بقى بص كده مع حته في السلمس اسمها بولفنر اوف سلمس ركزوا معايا كده اهو الحته دهيت في حته من السلمس تحت السبلينيوم اسمها بولفنر اوف سلمس. الحته ده اسمها بولفنر اوف سلمس يعني السلمس في الاخر من تحت السبلينيوم هتقول لي كلمه بولفنر اوف سلمس الجزء اللي هو ده ماشي الكلام. ها بان شايفه السهم كده الناس شايفه معايا
تمام، يعني تحت السبلينيوم بتاع الكوربس كالوزم وفي السلمس بالفولار اوف سلمس، بالفولار اوف سلمس. طبعا بقيه السكشن عادي اللي هو السريبرال اكوادكت، هي الثاني السريبرال اكوادكت طبعا تكتموا ايه وتجمنتم تاني والفلورس الفرس الحاجات اللي قلناها قبل كده. كده تقريبا قلنا كل حاجه. ايه وندردش مع بعض كده، ركزوا معايا عشان انا هقرا ايه، بس عايز اعرف الشات بتاعك واحده واحده عشان تكتبوا كتير معايا مش عارف. لا 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 نركز بس معايا، بس ركزوا معايا بقى هنا كده. هايبو سلامك سلكس، والله ممكن هايبو سلامك سلكس معايا. لا الهيبو كامبس والبرهيبو كامبس دايرس اللي بيجي، الهيبو كامبس لازم يكون في عندكم عينه قاطعين جوه في البرين نفسه، الهيبو كامبس نفسه. احنا قلنا في الانتريكوم ميشر في البوستريكوم ميشر ماشي، لو العينه برضه في الانتريكوم ميشر في البوستريكوم ميشر اهي، بس نشاور كده مع بعض واحده واحده. بس احنا قلنا ادي الانتريكوم ميشر، احنا قلنا في روستر اوف ذا كوربس كالوزم تحتيها انتريكوم ميشر، بعد كده ايه اللي انا تردي الانتريكوم ميشر. طب نيجي هنا في السكشن تحت السبلينيوم وفي حاجه اسمها باينيال بادي، الباينيال بادي في كوميشنال فايبرز نقطه من فوق نقطه من تحت، النقطه اللي فوق السبلوكو لوكاس دي البوستريكوم ميشر. طب الهايبو سلامك سلكس الانتر سلامك ادهيجن اللي انا مشاور عليها، ادي السلمس وفي سلكس تحت السلمس اهو، يعني في سلكس ما بين السلمس والميد برين اسمه هايبو سلامك سلكس، اللي اشار عليه دوت اسمه هايبو سلامك سلكس، هايبو سلامك سلكس، هايبو سلامك سلكس. تاني هقول تاني، في ادي الانتر سلامك اتيجن وادي السلمس، تحت السلمس ده في سلكس اسمه هايبو سلامك سلكس اللي هو انا بشرح ده اسمه هايبو سلامك سلكس. فالكوميشنال فايبرز ده اللي هو الانتروكوميشن، اللي ورا هنا في البوستروكوميشن، نشيل الاسهم كده الاول، نشيل الاسهم اللي عندك كلها كده اهو، ادي الانتروكوميشن وادي البوستروكوميشن فوق السوبركلوكلاس بالظبط في البوستروكوميشن. والبولفنر اهي البولفنر، خلي بالنا البولفنر ده حته من السلمس، البولفر ده حته من السلمس. محسن لو زومت لو عملت زوم الصوره اكتر من كده التفاصيل هتروح. بصوا كده معايا يا جماعه، المهم علينا انا تابع الفيديو ديت بعد ما بقفل بيترفع على نفس الموقع، هبعت لكم اللينك بتاعه تاني ممكن تفتحوه في اي وقت، بس في حته طبعا ما اتسجلتش وانا بشرح كنت نسيت افتح فيها التسجيل. لا التسجيل ده حته تقريبا اتقطع منه الحته بتاعت الانفيرو سيرفيس اعتقد، حته من الفيرو اعتقد يعني. المهم طبعا المفروض الفيديوهات يا جماعه موجوده من 2004 ماليه مصر كلها وموجوده على النت، عامل فيديو مش عايز اقول لكم رائع او فوق الرائع كمان، موجود المفروض عندكم بالبعث ده كل الكليات اللي على مستوى الوطن العربي بيسمعوه. المفروض من عندكم الفيديو نفسه بتاع اللي هو ايه فيديوهات النيورا نت اللي انا مصوره تصوير رائع. يعني الكلام انا بشرحه ده بس عشان دي لايف. فالمفروض في فيديو موجود تقريبا عندكم في الاتحاد، عندكم بيعملوه والاسر بتعمله والناس كلها، ده انا بيجيلي مكالمات من كل حته موجود يعني. في كل حته ما فاهم الفيديوهات يعني، الفيديو موجود بالتفاصيل يعني، بس انا عشان بشرح معاكم لايف ايام الامتحانات يعني، دي كانت الفكره يعني. المفروض برضه هنشرح ان شاء الله كده، ركزوا معايا كده، هنشرح برضو لايف، نشرح برضو مع بعض لايف كده ان شاء الله بكره، هنشرح السكال كلها بالاسئله اللي عليها. المفروض نشرح لكم بكره السكال بالاسئله اللي على السكال معايا يعني. المفروض هنشرح بفكر نشرح برضو بكره الساعه 10 معايا ولا مش معايا، ولا كفايه عليكم يورو؟ عشان نشرح لايف برضه السكاي والحاجات، انا في دماغي اشرح اشرحت النهارده اليورو، بكره نشرح السكاي، بعد بكره نشرح البون بتاع الورليان. وبرضه الطريقه انا دلوقتي لما انزل لما اقعد انا على الكمبيوتر بعد ما اقفل معاكم دلوقتي هعمل اللينك بتاع كل مره ليه لينك جديد للمحاضره، يعني في لينك للمحاضره انا بحط اللينك بتاع المحاضره على الاكونت بتاعي على الفيسبوك وبحطه على البيج بتاعتي والجروب. انا في اكونت في بيج في جروب يعني، بس تدخل والله لا انا الاناتوم ام ان اف ديت اونلاين ده ما اعرفش
بحط على انا بحط على حاجات الخاصه بيا، الحاجات الخاصه بيا يعني، حط الاكونت عشان تدخلوا منه. ماشي، انا يعني الصوت يعني في صوت 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 تمام. فانا المهم زي ما قلت لكم هحط كل مره، كل مره محاضره لها لينك جديد، فانا هحط لكم اللينك ده بعد شويه بس كده، انتوا كنتوا سهرانين، هحط اللينك بحيث تدخلوا بكره، ادخلوا على اللينك ان شاء الله، اللي هو المفروض اللينك بتاع الجروب اللي هو اكتبه كده معايا www.facebook.com/فيكي.محمد. هكتبها لكم، معرفش اهوت، انا معرفش لو كتبتها دلوقتي هخليكم معايا كده، هحاول اكتبها لكم كده على الصوره اللي قدامكم اهي. www ثواني كده هكتب لكم، هكتبها لكم، هكتب لكم اللي هو البيج اللي انا بحط في الاعلان عشان تبقوا عارفين بنحط فين. فيسبوك facebook.com فيكي نقطة محمد معايا بانت، هحط لكم اللينك بانت الكلام اللي انا كتبته اللي انا كاتبه بان دي البيج ان شاء الله، بس ادخلوا عليها بحط عليها الاعلان بتاع اللي هو هرشح بكره، هتكون بكره الساعه 10 ان شاء الله، هحط لكم اللينك بحيث ايه تدخلوا بكره زي النهارده كده بالتوفيق ان شاء الله. النظري بعد ما اخلص الثلاث ايام دولت او اخلص نشوف انت العمل بتاعك هيخلص امتى، هبدا معاكم مع كنت كده هبدا النظري ان شاء الله. انا كنت شرحت نظري بس كده الاسبانال كورد، هبدا اكمل ان شاء الله النظري بقى بقيه النظري اللي هو نشرح ترينال نيرفس نشرح فنتركلز نشرح وهكذا. هنعمل العمل ان شاء الله. الكورونال سيكشن ما اعرفش انا ما جبت الصور ليها، هي مطلوبه منكم الكورونال سيكشن؟ ما اعرفش في كليات مطلوبه وكليات مش مطلوبه. الكورونال سيكشن يا جماعه الكورونال سيكشن ما اعرفش، ما حطيتش انا معلش ما انا ما جبتهاش، ممكن احاول اجيبها معايا بكره ولا حاجه احط لكم واشرحها لكم. المهم بكره لا انا الساعه 9 مش عارف يعني، ما تخلينا 10 عشان النت يبقى كويس هنا كده. حلو حلو 10 كده ان شاء الله، ونسيب 10 دقايق للناس تدخل وان شاء الله نتقابل بكره باذن الله وبالتوفيق، بالتوفيق ان شاء الله ربنا يوفقك يا شباب، نشوفكم بكره ان شاء الله. السلام عليكم. Thank you.